إخواني الأعزاء، حياكم الله. لو سمحتم إذا الصوت واضح اكتبوا لنا بالتعليقات على مود نبدي. على بركة الله. تمام. بداية المحاضرة أود أوجه تحية وشكر وتقدير لمجلة المهندس بكادرها الإداري بالكامل لإتاحة الفرصة إن لإلقاء هيك محاضرات أو هكذا محاضرات إن شاء الله تخدم المجتمع والإعمار ببلدنا وبلدان الوطن العربي والعالم أجمع إن شاء الله. وكلكم خير وبركة، مجرد مشاركات، نشارك خبراتنا مع بعض على مود نكمل بعض بالنهاية ونستفاد من تجارب الآخرين. خلينا نقول راح نبدي محاضرة اليوم، راح أعطيكم ملخص إن شاء الله إنه شنو راح تكون النقاط اللي نبدي بها. أول شيء راح نتكلم بصورة عامة على أعمال الطرق، شنو هي الأعمال اللي تشملها أو شنو هي الأكتيفيتيز اللي تشملها أعمال الطرق، أو بالموقع شنو الأشياء اللي راح نشوفها وشنو الأشياء اللي راح نشتغل عليها. بعدها راح نتطرق إلى المهندس وواجبات المهندس ومسؤولياته، وشون يعني خلينا نقول different position for each engineer، يعني التسميات أو المسميات لكل مهندس ووظيفته ومسؤولياته. راح نتعرف على نظام العمل الإداري أو العلاقات الإدارية بين الجهات المسؤولة أو المشاركة في مشروع الطرق، سواء ناخذ فكرة عنها سواء في الإمارات وسواء في ألمانيا. طبعا أكو اختلاف بسيط، وأكيد إحنا لازم يعني نختصر الوقت على نفسنا ونعتمد نفس الأنظمة هذه إذا ردنا نشتغل شغل بجودة عالية. راح نتطرق بعدها إلى أهم العيوب الشائعة في الطرق وأعمال الطرق، ونحدد بعض أسبابها، ونحاول أيضا نشارككم بعض الجداول والمرفقات اللي تساعد يعني على فهم المشاكل اللي صايرة. ودائما أنصح الجميع بالقراءة ومتابعة أو مواكبة التطور في البلدان المتقدمة، لأنه يعني شو نقول عجلة التطور جاي تجري، فإحنا ماكو داعي نبقى واقفين بمكاننا، أو ماكو داعي نحاول نبحث إحنا بنفسنا تنجد الحلول اللي ممكن هذه يعني إحدى الدول الأخرى واجدة أو أوجدت نفس الحل قبل 10 سنين وإحنا هسه يلا وجدناه. لا، ماكو داعي. أنا يعني طالما أبحث وأتنقل بالمواقع والعلوم والكتب الصادرة حديثا راح أتوصل إلى تجاربهم وحلولهم اللي وضعوها، وأختصر الوقت على نفسي وعلى بلدي، وأبدي من النقطة اللي هم وصلوا لها وأحاول أطور، مو أرجع أبحث وهم النتائج أصلا واصلين لها قبل فترة. راح نشوف أيضا صور وفيديوهات أثناء شرحنا، يعني نشوفكم بعض المشاكل اللي صارت ويانا أثناء العمل سواء بالإمارات، وأكثر شيء بالإمارات لأنه بألمانيا الحمد لله ما عندنا أي مشاكل. وآخر شيء طبعا راح نقترح حلول جذرية للمشاكل اللي نمر بها ومشاكل أعمال الإسفلت، مشاكل الطرق. راح نعطي أكثر من مقترح، وإن شاء الله نتمنى من الجهات المسؤولة إنه شلون نقول تمشي أو تحدد هذه المشاكل، وتشوف يا مقترح هو اللي يجب أن نعتمده لحل المشاكل. زين، بسم الله نبدأ. أعمال الطرق، عنوان المحاضرة: موقع العمل وعيوب الإسفلت وأسبابها. أعمال الطرق إخوان تتكون من أعمال الترابية وأعمال الخدمات المرافقة للطريق. زين، الخدمات
هي تمديد أنابيب المياه، مياه الشرب، تمديد شبكات المجاري وتصريف مياه الأمطار، هاي مرافقة للطرق الخدمات، تمديد كابلات الكهرباء، تمديد كابلات الاتصالات، وتمديد أنابيب الغاز. تمام، هذه إخوان الخدمات كلها لازم، يعني لو ردنا نشتغل صحيح، احنا خلينا نسأل بالعراق، هل دائرة المي عندهم أو دائرة الماء والمجاري عندهم مواصفات خاصة لهم لما يتعلق العمل بهم؟ يمكن ما أعرف، أنا بصراحة بالعراق ما أعرف، بس أنا أقول لكم إنه بالدول مثلا الإمارات أو بألمانيا، كل دائرة خدمية عندهم مواصفات خاصة للماتيريال اللي لازم تستخدم في إنجاز الشبكات، تصريف مياه الأمطار، شبكات المجاري، شبكات مياه الشرب، عندهم مواصفات خاصة، عندهم existing services أو existing network أو الشبكات مالتهم اللي موجودة الفعلية، عندهم مخططات. فدائما المهندس أول ما ينزل على المشروع، أول خطوة ياخذ البروجكت المقترح ويراسل هذه الجهات الخدمية ويحاول يطلب من عندهم فتشي أو موافقة ويسموها كليرنس، وياخذ من عندهم أيضا الفيوتشر داكت أو الخدمات المستقبلية اللي هم يقترحوها على أساس تؤخذ بنظر الاعتبار ويتم إنجازها في المشروع الحالي. تمام؟ فهي أهم نقطة، إنه التواصل مع الشركات الخدمية لتجنب تعارض، أو خلينا نقول إنجاز المشروع مع الـ existing services أو الخدمات الموجودة، والبايبات اللي ممددة قد تكون من تحت الطريق، فلازم نعرف إحنا شنو الأشياء اللي موجودة بهذا الموقع اللي راح نبني بيه طريقنا. لازم نعمل اكسكافيت تو لوكيت، يعني لازم المهندس يبدي يعمل حفر لكشف الخدمات او اللي موجوده بالمشروع ويحدد مكانها بالضبط على مود يتجنب اتلافها او كسرها، او خلينا نقول بالتالي تاثر على مثلا قطع الكهرباء، قطع مياه الشرب، يضرب كيبل اتصالات، يقطع الاتصالات. فهذه كلها لازم يحددوها ويصير كوبريشن أو تعاون بين الدوائر وبين المقاول. تمام؟ سواء عن طريق الاستشاري أو عن طريق مباشرة ويا المقاول والدائرة الخدمية. طبعا الأعمال الترابية هي تجي بعد الأعمال، خلينا نقول الخدمية. أعمال الخدمات وهي حفر، خصوصا اللي تحتاج حفر هي شبكة المجاري، وهي لازم يبدي بها المشروع، وتبدي طبعا مثل ما تعرفون من أعمق نقطة، وبالتالي تجي بعدها الطبقة أو الخدمات اللي أقل عمقا، وتمديد الخدمات أو الفيوتشر داكت المستقبلية اللي تقطع الطريق أيضا يتم إنجازها. وأهم شيء عملية الدفان لهذه الخدمات، هذه أهم نقطة. إحنا جاي نحكي على من البداية شلون نشتغل على مود ما تصير عندنا مشاكل بالطرق. فأهم نقطة حساسة بأثناء عملية إنجاز الطرق هي الأعمال الترابية لدفن الخدمات أو الكوليدور أو مسارات الخدمات اللي محاذية للطريق أو اللي قاطعة للطريق بصورة جيدة ومطابقة للمواصفات، والتأكد من الحدل بالنسبة المطلوبة حسب المواصفات، يعني على مود ما تؤدي بالمستقبل إلى عملية settlement أو هبوط، وبالتالي يؤثر على الطبقات الأسفلت اللي راح تكون بالوجه. أعمال كونكريتية أيضا لازم تكون مطابقة للمواصفات، لازم تؤخذ عينات، لازم تتابع بصورة مضبوطة. وأعمال الأسفلت بالتالي أيضا لازم
يكون المهندس متابع ويا الجروب من البداية إلى نهاية العمل. خلينا نجي، طبعا الموضوع كبير أكبر من أنه ينشرح بساعات أو دقائق. راح ننتقل على عجالة إلى موقع العمل والمهندس وواجباته ومسؤولياته. أنا خلي أسأل بالنسبة للعراق العظيم إن شاء الله وباقي البلدان. طبعا الإمارات يعني اشتغلت بيها وأعرف النظام بيها، وألمانيا نفس الشيء تقريبا النظام، اختلاف بسيط. هسه راح نجي نقول شنو الاختلاف بين ألمانيا وبين الإمارات. بس أريد أسأل سؤال قبل ما، هو سؤال وهو شرح. بالعراق هل المهندس الاستشاري هو المسؤول عن تصميم المشروع؟ بقية البلدان نعم، المكتب الاستشاري هناك مهندس ديزاينر أو مصمم يقوم بتصميم طبقات الطريق على أساس معلومات ودراسات وليس عبثيا، وعلى هذا الأساس تحدد سماكة الطبقات الطريق من طبقات الأساس وطبقات الترابية وطبقات الأساس وطبقات الأسفلتية. هذه كلها لا تحدد هذه السماكات عبثا، وراح نجي إلى أمثلة وراح يعني أشوفكم سكشنات للطريق مجرد للاطلاع. أنا ما راح أتقيد بالوقت، اسمحوا لي إدارة مجلة المهندس، هذه أعتقد راح تكون آخر محاضرة للأسف الشديد لأنه وقتي جدا ضيق، وفعلا عندي دورات تطوير هنا، تطوير طبعا بألمانيا يطورون المهندس، ماكو مهندس يقعد يبقى على خبرته وعلى شهادته، يعني حتى إذا ما يكمل دراسات فهو يدخل دورات يسموها فايتر بيلدونج أو تطوير وظيفي، دائما يطور خبراته المهندس. فيا ريت ايضا هاي تعتمد بلداننا العربيه. فوقتي جدا ضيق، فراح اخذ وقتي هنا قدر المستطاع ان شاء الله بحيث نغطي الموضوع، واعتذر للاطاله، بس ان شاء الله اللي يبقى ويانا ما راح يندم. تمام، نجي نقول واجبات ومسؤوليات المهندس. اكو عندنا، احنا قلنا خلي احكي عن النظام الاداري بالامارات والنظام الاداري بالمانيا، وبعدين ارجع على كل مهندس وواجباته ومسؤولياته. طبعا النظام العمل الاداري بالامارات هو عباره عن الجهه المالكه او الدوله اللي هي المالكه للمشروع. تمام؟ تطلب من المكاتب الاستشاريه تصميم مشروع معين حسب حاجه البلد او حاجه المدينه. طبعا هو هذه وزارة التخطيط هي اللي تقر إن حاجة إنه الدولة محتاجة لهذا المشروع أو لهذا الطريق. تمام؟ المكتب الاستشاري يبدأ بالتخطيط ودراسة الطريق. تمام؟ ودراسة يعني المستقبل لهذا الطريق، يعني بالوقت الحالي حاجة الخدمية الترافيك اللي راح يمر عليه ونوعية الترافيك، يعني يجمع ديتيلز كاملة، وبالتالي يقوم بتصميم الطريق بالكامل، كروس سكشن، طبقات، الهوريزونتال كيرف، الفيرتيكال كيرف حسب الاكزيستنج جراوند ليفل، وهذه الاشياء كلها ياخذها بنظر الاعتبار. المكتب الاستشاري ينطي اكثر من مكتب استشاري، يقدم العروض اللي يقدم الديزاينات مالتهم للدوله، الدوله تعتمد احد التصاميم وتطرح المشروع للمناقصه. تمام؟ المناقصه قد يقدمون عليها المقاولين، كل من ينطي عطاءه ويرسى على احد المقاولين. هنا صارت عندنا 3 حلقات، حلقه الجهه المالكه او الحكوميه، وجهه المكتب الاستشاري، وجهه المقاول. تمام؟ بعد ما يرسل المشروع على أحد المقاولين، هنا مسؤولية الدولة راح تبقى على متابعة الاستشاري، المكتب الاستشاري، علاقة الدولة تبقى ويا المكتب الاستشاري. المكتب الاستشاري هو راح يشرف على إنجاز المشروع ويشرف على أداء المقاول. تمام؟ فصارت عندنا حلقتين تحت الجهة المالكة أو تحت الدولة، اللي هي هاي بالنسبة للإمارات، الجهة المالكة والمكتب الاستشاري والمقاول. هنا المقاول بالإمارات خلينا نقول وملزم أنه يهيئ المختبرات، كل مشروع، لكل مشروع يجب أن يكون هناك مختبر خاص لفحص المواد المستخدمة
لإنشاء الطرق، سواء كونكريت، سواء حديد تسليح، سواء اسفلت، سواء رود ماركينج، سواء اكس واي زد اجريجيت ترابيه. زين، هذه كلها بحث اخر، هذا محور المختبرات والفحوصات. تمام، كل مشروع مجبر المقاول ان يجهز هذا المختبر. مهندسين المختبر راح يكون مهندس مسؤول على اداء هذه الفحوصات للماتيريال اللي تستخدم بانجاز الطريق، يسموه او اسمه الماتيريال انجينير او مهندس المواد. تمام، اذا المقاول عنده مهندس مواد وعنده سايت انجينير اللي هو مهندس الموقع اللي هو يوجه الفورمانيه والعماله الى انجاز الاعمال اللي تخص الطرق. عندنا ايضا بالكادر المقاول عندنا المساح. تمام اخواني، خلينا نلغالط نفسنا، المقاول غايته من ياخذ مقاوله لانجاز اي مشروع غايته هو ان الكسب المادي. تمام، الاستشاري هنا دوره انه يجبر المقاول انه ينجز المشروع او البروجكت حسب المواصفات. اذا لازم تكون عندنا مواصفات، واحنا قلنا لكل دائره خدميه تكون عندهم مواصفات، وبنفس الوقت اكو لكل بلد ستاندرد سبيسيفيكيشن. في حال المشاريع الخاصه تكون هناك particular specification أو مواصفات خاصة أيضا يقرها المكتب الاستشاري على حسب المتطلبات الخاصة للمشروع هذا، وتعتمد أيضا ويوافق عليها من قبل المقاول. وقبل ما يبدي الإنجاز بالمشروع وقبل ما يبدي العمل بالمشروع لازم يوقع المقاول ويعتمد على هذه المواصفات ويوافق عليها. تمام، فصار عندنا مهندس مواد، مهندس موقع، ومساح. يجي المهندس الاستشاري، هسه المهندسين الاستشاري ايش راح يسوون؟ اول شيء المهندس الماتيريال انجينير الاستشاري لازم يبقى ملازم لمهندس المواد المقاول، والفحوصات المختبريه للمواد سواء للترابيه ك سويل كلاسيفيكيشن تصنيف التربه، الكاليفورنيا بيرنج ريشو، السي بي ار، فحوصات السي بي ار، فحص الجريديشن بالنسبه للسب بيس او الرود بيس، السبيسيفيك جرافيتي، وات ايفر اي تيست للسويل ورك او للاسفلت ورك لازم يتم باشراف المهندس الاستشاري. وما يوافق انه المهندس الاستشاري يكيف ويقعد بمكتبه وبس تجي الفحوصات ويوقع عليها اوكي، لا، لانه المقاول اذا جت مواد سيئه او سب بيس الساند ايكوفالنت مالته فاشل، فهو راح يعدل عليه وراح يجيب النتيجة للاستشاري يقول له ناجح وقع لي عليها. لا، الاستشاري المفروض يقف على الفحص بنفسه، وإذا فاشله يرفضها. ليش؟ لأنه لما يكون الساند كوفلنت فاشل بالنسبة للسب بيس على سبيل المثال، وعدنا فردنا هذه المواد فوق طريق الووتر تيبل مالته عالي، زين، فمن يصعد المياه الجوفية تصعد وراح تصل الطبقة السبيس، والتصريف المياه السطحية سيء بهذه المنطقة. خلينا نقول هذه المواد الفاين، المواد الكلي اللي موجودة بالطبقة راح تذوب وراح تترك فراغات، وهذه الفراغات راح تؤدي إلى نزول الطبقة، وبالتالي تعمل كراكس وتأثر على الأسفلت والطبقات. فماكو فحص خلينا نقول إن وجد بالمواصفات عبثاً، كل فحص إلى قيمته وإلى ضروريته، خلينا نقول بهالطريقة. فبالنسبة للمهندس المواد الاستشاري، زين، وين نجي؟ نجي هسه احنا بالموقع، زين، على اعتبار انه قلنا ما حكينا على المصنع الاسفلت وعلى المواد وشلون لازم نتابعها من الكسارة إلى أن تدخل للمصنع، وشلون نفحص المواد، وشلون نفحص الكولد بن، وشلون نفحص الهوت بن، وكل هاي، وشلون نعمل كالبريشن للمصنع، وشلون نتابع الأجهزة، وشلون انه اجهزه المختبر ايضا المصنع لازم يكون بمختبر. هذه كلها نختصرها ونطفر على الموقع. نرجع نقول احنا اجانا الاسفلت والمفروض يكون حسب المواصفات اجانا للموقع. زين، هسه نجي المهندس الاستشاري اللي بالموقع. احنا قلنا عندنا المهندس المقاول اللي هو السايت انجينير، مهندس الموقع المقاول. زين، هذا جهز السب بيس او الرود بيس ورشه مواد ام سي
تمام. طبعا هاي الطبقات السب جريد والسب بيس والرود بيس ايضا، خلينا قبل ما نوصل للاسفلت، لازم تكون باشراف الاستشاري، باشراف مهندس المواد الاستشاري. يعني هو يجي ويا مهندس المواد المقاول وياخذون عينات للكومباكشن، يشيكون نسبه الحدل لكل طبقه ويشيكون مواصفات كل طبقه من الطبقات الترابيه. وحتى نوصل عملية رش البرايم كوت أو الام سي 70 أيضا، يعني يجي مهندس المواد الاستشاري دائما يكون مرافق رجل على رجل ويا مهندس مواد المقاول. إخوان إذا ما اشتغلنا بهاي الطريقة لا تصدقون تحلمون تنجزون طرق بجودة عالية، تحلمون يعني، خليني أقولها من الآخر زين، لأنه المقاول غايته يعني ما أقول لا سامح الله غير شيء زين، بس غايته يوفر، غايته يوفر. اني استخدم خلاص، يجوز هو غايته يجيب مواد زينه، المواد جت سيئه ما يروح يذبها بالبحر، خلاص راح يستخدمها زين. فاحنا كاستشاريه خلينا نقول لا، هاي لا تستخدمها، سوي لها امبروفمنت تحسين وبعدين استخدمها، ما نقول لك ذبها تمام. فالمفروض تكون تحت رقابه الاستشاري. قلنا البرايم كوت الرش، طبعا الكيورنج تايم، مو يجي رش برايم كوت بكثافه عاليه واحنا المهندس الاستشاري يقول له اوكي اشتغل اسفلت، لا لازم يمنعه تمام. هنا الاستشاري اجى وقته، لازم قلنا المهندس المواد اخذ عينه يفحص الريت، الريت مال الام سي للرش زين، واذا اوكي مطابق يوقع يقول له اوكي، ودرجه الحراره طبعا لازم تكون درجه حرارتها 70 وكل المواصفات كل شيء حسب المواصفات اوكي. يجي بعد ثاني يوم يجي المهندس، طبعا من يريد اذا هم يريد يبدون بعد 48 ساعه او 24 ساعه، يفضل 48 ساعه الكيورنج تايم للبرايم كوت الام سي 70 تمام. طبعا اول شيء لازم الام سي 70 الرش قبل ما تجف طبقه الرود بيس بالكامل، يعني يجف السيرفيس السطح اوكي ما عندنا مشكله ترش برايم كوت وراها، بس انه تنترك لفترات طويله ورشه الاسفلت ما تجي على السب بيس الا بعد اشهر، فبهيج حاله لازم ترش مي ورا يوم ترش برايم كوت، لانه الغايه من البرايم كوت هو حفاظ على الرطوبه داخل طبقه السب بيس على مود ياخذ الماكسيمم او الماكسيمم كومباكشن او الاوبتيمم موستشر كونتنت. فاحنا البرايم كوت هو يحافظ على الرطوبه بطبقات السب بيس او الطبقات البيس الاساسيه تحت طبقه الاسفلت. نرجع نقول مهندس الموقع او السايت انسبكتر الاستشاري، هسه احنا تركنا مهندس المواد رجعنا على السايت انسبكتر، من اجى الاسفلت الاثنين هم يشتغلون، السايت انجينير الاستشاري او السايت انسبكتر الاستشاري والماتيريال انجينير الاستشاري بالتوازي مع مهندس المواد المقاول ومهندس المواد الاستشاري. المهندسين المواد ياخذون عينه ويروحون للموقع تمام اول ما وصل الاسفلت، خلصنا منهم. المهندس السايت انسبكتر الاستشاري من اول سياره تجي للموقع هو رجله على رجل مو مهندس الموقع، على رجل الناس اللي موجوده بالموقع سواء كان مهندس او فورمان، لانه مهندس الموقع او مهندس مقاول يجوز عنده شغل بمكان ثاني. فنطل اوردر للفورمان، اكو فورمان اسفلت زين، مهندس الاستشاري اللي بالموقع السايت انسبكتر تمام مفتش الموقع لازم يكون موجود من اول سياره الى اخر سياره موجود بالموقع. شو يسوي هذا؟ اول شيء يشيك درجة الحرارة مال الاسفلت، يشيك فيزيكالي قبل ما يبدون اسفلت، يشيك نظافة الام سي او البرايم كوت، ويشيك كثافته، هل اكو مكانات خلينا نقول صايرة بها مثل المستنقعات من البرايم كوت، هل متجانس الرش تمام، هل عليه تراب لو ما عليه تراب، نظيف لو مو نظيف، اكو مواد لوس، طبعا مواد لوس قبل ما يرش ام سي يكون اكو لوس ماتيريال على السيرفيس زين. هذه كلها لازم يشيك عليها المهندس الاستشاري. فقلنا كل شيء تمام التمام، نزلت اول سياره ثاني سياره اخذوا عينه جماعه المختبر، هو يشيك درجه حراره واقف يشوف اثناء كل سياره تنفرد، يشيك درجه الحراره، يدحق على الهوموجينيوس، يدحق على الكوتنج مال الاجريجيت تمام، يشوف السياره
شلون نقول ما يبقى بيها اسفلت، لانه هذا اذا بقى بيها اسفلت راح يتكتل وراح يجي التريب الثاني راح يجي اسفلت بارد، فيتاكد ويا يعني هاي الشغلات البسيطه قد الواحد ما يهتم بيها، بس هي تاثر فعليا. يتاكد من المعدات اللي اذا تدحل او اذا تحدل، احنا نقول تدحل بالعراق يقولون حدل او تحدل، يتاكد من المعدات اللي تقوم بعمليه الحدل والفينيشر، هل بيها مشاكل، هل جاي تليك تعمل ليك ماتريال او ديزل او اويل او شيء زيوت او لا، يعني هذه كلها عينه عليها تمام. وتشيك ايضا عمليه كميه المداحل الموجوده. من واجب المهندس المقاول ايضا انه اثناء بعد ما ياخذون او مهندس المواد المقاول من ياخذ من يصمم الخلطه الاسفلتيه، طبعا احنا ما راح نحكي على التصميم لانه هذا يراد له حلقه واحده زين، يعمل بلانت ترايل على مود يعرف انه اني كم حادله احتاج وكم ساعه احتاج لكل هالقد متر مربع تمام. يا اما اكو اجهزه حديثه يشيك الكومباكشن اون سايت، يعني ماكو داعي يعمل كور كاتنج، لانه الكور كاتنج ثاني يوم يلا يشيك نسبه الحدل، واذا زاد نسبه الحدل ايضا تؤدي مشاكل، لانه نسبه الفويد راح تصير قليله بالخلطه الاسفلتيه، واذا قل نسبه الدحل فالفويد راح يكون عالي وراح يؤدي الى نفاذيه الطبقه الاسفلتيه والمي يدخل داخلها سواء مياه الامطار او من اي مصدر اخر وتؤدي الى تلفها. فكل الاحوال نسبه الحدل لازم تكون مطابقه وحسب المواصفات. اكو شغلات هوايه ايضا لازم ينتبه عليها المهندس الاستشاري مثل ما قلنا. نجي على النظام بالمانيا، هاي بالنسبه للنظام. بعد نتطرق المساح، موضوع المساح لازم ينتبه، موضوع المساح جدا حساس، لازم ينتبه المساح الاستشاري الى موضوع المناسيب، لانه قد يكون هناك اخطاء بالمناسيب لغرض مقصود او غير مقصود، للتوفير او لعدم التوفير واتفر، بالطبقات الترابيه وطبقات الاسفلت. اذا اختلف المنسوب، اذا زاد اسفل زاد منسوب السبيس فراح يقل منسوب الاسفلت او سماكه الاسفلت، وبالتالي تاثر على ستراكشر ديزاين او سماكه الطبقات، وبالتالي تاثر على الاسفلت بصوره عامه. خلينا نرجع على عجاله ايضا، نروح على نظام المانيا. نظام المانيا يختلف اختلاف بسيط واحد، هو انه الجهه المالكه بعد ما تمنح المشروع للمقاول، اكو ايضا بروجكت مانجمنت او كونسلتنت نفس الامارات، اكو موجود مكتب استشاري او مكتب اداري يشرف على المقاول لانجاز اعمال الطرق، ولكن الاختلاف واحد فقط. احنا قلنا بالامارات المقاول مجبور انه يجهز ويأسس مختبر كامل يعمل فحوصات للمواد المستخدمة بالطرق. هنا بألمانيا لا، بالتوازي مع المقاول تقوم مكاتب الاستشارية بتعيين شركات كواليتي خاصة، شركات مثل الاندبندنت لاب او مختبرات مستقلة، بالتوازي تقوم بفحص كافة طبقات الطريق والمواد المستخدمة، وعن طريقها تعتمد، يعني عن طريقها تقدم إلى المكتب الاستشاري ليتم اعتمادها وتحويلها إلى مبالغ مالية بعد الإنجاز. هاي بالنسبة لنظام ألمانيا، ماكو مختبر وإنما اكو شركات بالكامل تجي ويكون كلفتها محسوبة من ضمن تكلفة الكونتراكت تمام. نرجع هسه، نرجع على موضوعنا هنا. بسم الله، أهداف التصميم. يعني نجي على ديزاين الأسفلت، عندي يعني من يصمم الخلطة الأسفلتية هو أساس هنا أنا بديت. إحنا قلنا الخلطة الأسفلتية مبنية على معلومات ودراسات، لازم أنا أجي أصمم أول شيء، عندي تصميمين، تصميم الخلطة نفسها
قبل تصميم الخلطة عندي تصميم سماكات هذه الطبقات، تمام؟ هسه نجي بالبداية هنا، أنا مثل ما لخصتها قدر المستطاع حاولت ألخصها، عندنا التارجت أوف اسفلت ميكس ديزاين، يعني أهداف تصميم الخلطة الأسفلتية، هي تعرفون أنتم الأخوان المختصين، هي الأسفلت عنده ستيبيليتي أو استقرارية، وأكو متانة وأكو مرورة، عفوا مرونة، وأكو مقاومة التعب، والمقاومة سكيد ريسيستنت، يعني وام برميابيليتي عدم النفاذية. هاي الأشياء وهاي النقاط اللي لازم يركز عليها مصمم الخلطة الأسفلتية، تمام إخوان؟ بصرف النظر عن الأسباب الحتمية، فإن الأسباب الرئيسية التالية اللي راح ندرجها بالأسفل تأثر على قابلية التشغيل أيضا، يعني قابلية التشغيل الوركابيليتي للأسفلت نفسه شلون نقدر نشتغله. فهاي الأخطاء الأسباب الحتمية شنو؟ يعني أول أخطاء العيوب الحتمية مثلا سيارة تنحرق على الطريق، حادث سيارة، ضرب الأسفلت، جرح الأسفلت، سيارة شاحطة حديد تسليح على الطريق، هذه أشياء يعني تؤدي إلى تلف بالأسفلت أو طبقة الأسفلت. فعندنا هاي الأخطاء الرئيسية اللي راح تأثر على أعمال الأسفلت. أول خطأ هو خطأ في مرحلة التصميم، وقلنا هذا الخطأ يؤدي إلى عيوب كثيرة متعددة، تمام، ويؤثر على العمر التصميمي للخلطة الأسفلتية أو طبقات الطريق. وعندنا الخطأ هذا شلون يجي؟ مثل ما قلنا، يا إما يخطئون بجمع البيانات. شنو جمع البيانات؟ يعني هذا الطريق شنو المعدات اللي راح تمر عليه، نوعيتها، كميتها، تمام. وأكو عندنا هنا راح نتطرق التصميم الإنشائي للطريق، أنا مخلي لكم لينك، تمام. وهسه المفروض أشير لكم إياه أو أنزل لكم إياه هنا قبل ما نرجع، قبل ما نرجع على النقطة الثانية، أو نرجع على 3 نقاط الأخرى وبعدين نرجع على هذا الشرح. هنا قلنا الخطأ بجمع البيانات، وأكو الخطأ الثاني أيضا اللي يشمل الخطأ التصميم، هو الخطأ في تفسير البيانات. أيضا أكو مهندس قليل الخبرة صمم الخلطة الأسفلتية وجمع بيانات صح وكل شيء ناطية، المعلومات كلها تمام التمام، بس لما صارت المعلومات والنتائج بين إيده فسرها بطريقة خطأ. فالموضوع جدا حساس، لازم ياخذها بنظر الاعتبار من كل الجهات. وعندنا الأخطاء اللي تصير أثناء التنفيذ مثل ما قلنا، لسبب أو لآخر، الام سي، التاك كوت، نوعيته، رديء مو رديء، كثافته، الاسفلت نفسه، الميكس، طريقة الميكس، الباتش تايم، يمكن بمصنع الاسفلت الخلطة الاسفلتية محروقة، ممكن المفروض المهندس يميزها بالنظر اذا محروقه او لا، لانه ما تنطي الفيسكوسيتي مالت او اللزوجه مالت البيتيومين كلها راحت، فماكو داعي يعني اصلا ينزل الاسفلت، المفروض يرفضها المهندس الاستشاري، تمام. فنرجع هنا وعندنا الاخطاء الثالثه الاخرى، الثلاثه الاخرى قلنا خطأ في مرحله البناء، وعندنا نقطة مهمة أيضا هي سوء صرف صرف المياه السطحية، تمام، وسوء الصيانة. طبعا الصيانة هاي بعدين نجي عليها بالأخير، بس سوء الصرف تصريف المياه السطحية نقطة جدا جدا مهمة، ومعظم مشاكل الأسفلت هي سبب تصميم الطرق أو خلينا نقول طبقات الاسفلت بطريقه لا ابالي. يعني الواحد يقول لك اوكي هو اسفلت وانا صممته كل شيء تمام التمام، زين الاسفلت هذا مالتك اذا انت ما حدلته بصوره مضبوطه، فايش راح يصير بيه؟ راح يصير بيه نسبه فويد كلش عالي، زين اجى المطر وانت ما مسوي بالتصميم مال الطريق بالسلوب مالت الطريق، طبقه الطريق ما مسوي سلوب، فالماي راح يبقى مسوي افقي، خلينا نقول ماكو سلوب على جنب، وما مسوي قنوات
خلينا نقول شانل سايد شانل لتصريف المياه السطحيه. هسه اشوفكم سيكشن لاحد المشاريع عندنا بالمانيا وشون دا يشتغلون على هذا الاساس. بسم الله، خليني نرجع بعدين السبب الاخير هنا قبل ما اشوفكم الاخطاء اللي جاي يصير او اللينك هذا اللي يهمني انكم تطلعون عليه. عندنا السبب الاخير هو ازدحام حركه المرور، وهذا ايضا دا يصير عندنا للاسف بكثرة يعني بالعراق. تصميم الرصف المرن للطرق، تمام اخوان؟ هذا اللينك هسه انزل لكم اياه بالتعليقات تطلعون عليه. هنا أنا دا يقول لك شلون تتم عملية التصميم وشلون تتحدد قيمة السي بي ار واهميتها وشلون نحدد الطبقات وشلون نتاكد من او نقر الفتره التصميميه اللي هي 10 او 15 سنه، تمام، او اكثر، وشلون راح تتاثر الطرق وشلون نحافظ او نقلل نسبه تاثيرها من المناخ ومن البيئه وباقي التفاصيل. واللي يهمنا هنا تحديد سمك طبقات الرصف، هذه اهم نقطه اخوان لازم نركز عليها، لانه مو اني والله اجي قررت اسوي طريق اوكي افرش هنا 10 سمنت اسفلت بيس كورس او بايندر كورس او سووا لهم طريق 5 سنتيمتر ويرن كورس. لا يا اخوان معلش هذا غلط، هذه يعني شلون نقول استنزاف للموارد والثروات وبدون فائده، تمام. خلينا نرجع الفحوص، احد الكتب اللي راح نشاركها وياكم ايضا دليل المختبر، هذا راح ان شاء الله نزود نسخه من عند مجله المهندس، ويبدون اللي احد يحتاجه يتواصل وياهم. طبعا معظم فحوصات اللي تحتاجوها باعمال الطرق يعني شامله بهذا الكتاب دليل المختبر لمشاريع الطرق، تمام، وذاكر لك المواصفه لكل فحص، تمام، والأدوات المستخدمة، وكتاب جدا رائع تستفادون منه إن شاء الله. أيضا راح تكون نسخة إن شاء الله نرسلها لمجلة المهندس وتتواصلون وياهم. عندنا هنا طبعا النت ضعيف، خلينا نأجل موضوع الفيديوهات. نرجع، هلا أنا قلت أشير لكم اللينك بس اسمحوا لي، هذا اللينك يهمني تطلعون عليه. حياكم الله أستاذ أحمد شوكت، أعتذر للتأخير. عندنا أخوان أثناء التصميم أهم نقطة موضوع الاستقرارية والديمومة، تمام. هنا المخطط يبين الاستقرارية شلون تزيد كل ما زودنا نسبة البيتيومين بالخلطة الأسفلتية، وشلون تصل إلى نقطة ماكسيموم وبالتالي ترجع تبدي بالتناقص، والا لولا هذه الانفليشنج بوينت كنا ظلينا احنا ماشيين ويا الديورابيلتي او الديمومه او المتانه، تمام، انه لانه ماشيه بخط مستقيم وكل ما زاد البيتيومين وهي تبقى تزود ديمومه الطبقات الاسفلت. فاحنا هنا اللي حددنا هو استقراريه الخلطه الاسفلتيه، لانه انا من ازود البيتيومين اكثر من اللازم راح تقل عندي استقراريه الخلطه الاسفلتيه. نجي هنا مقاومه التعب، طبعا بمرور الزمن تتعرض طبقات الاسفلت الى اجهادات متكرره من خلال مرور السيارات والعجلات على الطريق، فتتعرض الى احمال
يعني تزال هذه الأحمال فتعرض إلى تشوهات متكررة. يمكن تعزيز مقاومة الإجهاد عن طريق زيادة الأسفلت مثل ما قلنا، نزيد نسبة البيتيومين والتدرج الكثيف، يعني نعمل تصميم دنس جريدد يسموه، تمام؟ يعني الدنس جريدد هو هسه نشوفها بالمخططات جوا نرجع لها، يعطي تدرج المادة الناعمة ومادة وسط ومادة خشنة. المحتوى الاسفلتي الاعلى ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي الى تقليل النفاذيه. شلون تقليل النفاذيه؟ لانه راح يقلل النسب او نسبه الفويدز المستمره، يعني الفويد اذا نسبه البيتومين واطيه فالفويدز راح تتواصل مع بعضها، وبالتالي راح تكون فراغات كبيره حاضنه للمياه داخل الخلطه الاسفلتيه، وبالتالي تؤدي الى تلفها. طبعا احنا لسه ما استعرضنا عيوب الاسفلت واسبابها، هسه بسم الله راح نبدي بيها، ما اكو داعي نضيع وقتنا بالتفاصيل. تصميم الخلطه الاسفلتيه، عندنا اول خطا شائع بطبقات الاسفلت هو البليدنج، تمام؟ النزف البيتيومين على وجه الاسفلت، تمام؟ او السطح النازف. الاعراض هو البيتيومين يتحرك للاعلى ويتجمع على شكل طبقة سطحية، تمام؟ الأسباب مبينة، أسباب هذا البليدنج هو البيتيومين المفرط، يعني نسبته بالخلطة الأسفلتية عالية، يعني تم اختيار بيتيومين النسبة الخطأ، ما يعني أثناء الديزاين بدل ما يختار 3.7 المصمم إجى بباله يختار 4.1، هو عباله يزود للديوربيليتي، زين، لان الديوربيليتي صاعده بخط مستقيم، هو عباله ده يسوي زين، فبنفس الوقت اجى زود البيتيومين وجزء قلل الاستابيليتي او الاستقراريه، والبيتيومين الزايد بعد ما تمشي عليه العجلات او المعدات او السيارات يطلع على وجه الطبقه الاسفلتيه. فقدان غطاء البيتيومين الكلي للركام، يعني اكو بعض انواع الركام وخصوصا الوادي جرافل اللي هو مو كراشت اجريجيت، اللي هو خلينا نقول عليه حجر الصوان، هذا يعني ناعم يكون، والابزربشن مالته للبيتيومين يعني شلون نقول اقل من الكراشت اجريجيت. الانجلوريتي تعطي أسطح أكثر، وبالتالي تحتوي نسبة البيتيومين المضافة. عندنا هنا أريد أشوفكم أيضا هذه الصورة، زين، الفليكنس أو الفلاكي أجريجيت، هذا يؤدي إلى أثناء الكومباكشن أو عبور السيارات على الطريق تؤدي إلى تخلي هذا الأجريجيت عن البيتيومين المحاط به، وبالتالي يتسرب إلى السطح، تمام. السبب آخر انتشار غير منتظم لغطاء الركام. ليش انتشار غير منتظم؟ يعني البيتيومين ما غطى الاجريجيت بصوره مضبوطه، اكو بعض الاجريجيت تغطى بصوره مضبوطه ومتجانسه، واكو اجريجيت اخر تغطى بصوره ما مضبوطه، يا اما صار زايد يا اما صار قليل. السبب هنا هو من المصنع، الباتشنج تايم زين ما تحدد بصوره مضبوطه، يا اما عنده بالمكسر عنده الاذرع، بعض الأذرع مكسورة، فقد تكون هذه أحد أهم الأسباب. السبب الآخر هنا عندنا الام سي ثقيل أو كثيف، زين، مثل ما تطرقنا بالبداية إذا تم رش الام سي بكمية كبيرة، زين، فهذا راح يأثر على أو التاك كوت راح يأثر على الطبقة اللي راح تنفرد فوقها، وبالتالي راح شلون تقول تتشبع من اسفل الطبقه، وماكو مجال انه تاخذ الاستابيليتي مالتها الطبقه، وراح تحصر البيتيومين، وبالتالي اثناء مرور الوقت والحدل اثناء مرور المركبات راح يؤدي ايضا الى عمل
البليدنج او النزف. فعندنا مشكله الام سي اذا كان الرش بكثافات عاليه يؤدي لهاي المشكله، او التاك كوت ايضا، فيجب ان يرش بنسب معينه حسب المواصفات المطلوبه. تمام اخوان؟ عندنا الركام مثل ما تطرقنا إلى، ومثل الصورة اللي شوفناكم إياها، أنه يكون ناعم وفلاكي، فلاكنس وإلينجيشن. هاي قلنا لكم إياها، هذا الأجريجيت سيء هنا، هذا فلاكي يسموه، يعني مسطح. زين، هذا كل الأجريجيت فلاكي. إلينجيشن يعني طويلة، صايرة مستطيلة، بس هذا فلاكي هنا، هذه إلينجيشن نقدر نقول عليها. تمام، فهذه تؤدي أيضا إلى اسباب البليدنج، واحمال المحور الثقيله المفرطه والمفروض اللي تكون اخذت بنظر الاعتبار وتصممت سماكات الطبقات على اساسها، بس للاسف قد يكون التصميم ايضا خطا وما تطرق لها. عندنا الاليجيتر كراكس او هاي النوعيات طبعا، مثل ظهر التمساح، تمام، او يسموها ايضا تشيكن نيتس كراكس، شقوق شبكة الدجاج، مشبك يعني سياج مال الدجاج أو أقفاص الدجاج. أعراض هذه المشكلة، الشقوق تصير مترابطة مربعات مثل جلد التمساح. أسبابها هنا يقول لك الانحراف المفرط للسطح بسبب طبقة السبجريد غير المستقرة. تمام، يعني اهم اسباب الاليجيتر كراكس انه السب جريد او السب بيس فيل، ستراكشرال فيل، يعني فاشل انشائيا، يعني السي بي ار مالته واطي، الكومباكشن مالته ما مضبوط، يجوز ما اندحل بصوره مضبوطه. فهذا بالتالي من يصير عندك سيتلمنت زين بمناطق، وشون يقول تمدد هيك صار يفرد جو طبقة الأسفلت، فبالتالي طبقة الأسفلت تفرط عن بعضها. يعني شلون أمثل لك يا هيك بالضبط، هاي من هي ما محدولة بصورة مضبوطة ويصير عليها لود، فتفرش تنطي مساحة أوسع، فأنت شلون تجيب قطعة قماش وتوسعها هيك، فراح تتفطر طبقة الأسفلت اللي فوقها. تمام، والأحمال الزائدة المفرطة اللي اوفرلودز قلنا عليها لازم تؤخذ بنظر الاعتبار بالدراسة وبالتصميم من البداية. وهذه النقطة راح نتطرق إذا فعلا بالعراق آخذين يعني الهيفي لود بنظر الاعتبار وصمموا على هالأساس وما نجحت وياهم الخلطة التصميمية، فيفضل اللجوء إلى الحلول البديلة اللي راح نتطرق لها إن شاء الله بنهاية المحاضرة، وعلى وعسى إن شاء الله تجيب نتائج إيجابية. من الأسباب الأخرى أنه سمك طبقة الأسفلت يكون غير كافي، وهاي أيضا رجعنا إلى التصميم الخلطة أو تصميم سماكات طبقة الأسفلت. يعني الموضوع والله واضح، يعني مثل خلينا نقول كل شيء إلى أسباب وإلى معطيات. فإحنا ما أعرف ليش نتجنب، شلون نقول، ما نريد نحل المشكله، ترى مبينه هذه الخطا هنا، هذا الحل مالته. عندنا السبب الاخير هشاشه البيتيومين بسبب العمر، هذا يجي بعد انتهاء العمر التصميمي او بعد 10 سنين، خلينا نقول 7 سنين، مو بعد سنه سنتين، هم يصير عندك يقول لك هذا الاسفلت البيتيومين، شمس، مطر، صيف، برد، شتاء، بعد فتره 15 سنين تعب الاسفلت 15 سنه يصير عندك هذه الاليجيتر كراكس. ليش؟ لانه بعد ماكو فلكسبيليتي، ماكو مرونه بالطبقه الاسفلتيه، فادنى تمدد تقلص حركه بالديفليكشن اثناء مرور الترافيك راح يؤدي الى عمليه الكراكس. ادنى التشقق او الشقوق الطوليه، تمام، او شقوق الحواف يسموها. طبعا عندنا نوعين، هذه اللي يكون بوسط الطريق مثل ما جاي تشوفون، وعندنا اللي يكون على جانب الطريق هنا، هذا لازم نشوفكم فيديو عليه هسه. تمام، هذا الى سبب وهذا الى سبب.
تعرف إذا أحد اسمحوا لي ما جاي أتواصل. تمام، نجي هنا الشقوق الحواف أو الجانبية هي تجي بالتوازي مع حافة الرصيف على بعد 30 إلى نص متر، تمام، من حافة الأسفلت. أعراض أو قلنا الأعراض إنه هي تكون بهالشكل، يا أما من الجانب يا أما من الوسط. الأسباب مالتها، نجي على الأسباب أخوان. قد تكون التشققات في كتف الرصيف ناتجة عن التبليل والتجفيف بالتناوب تحت سطح الكتف، يعني كتف الطريق ما معمول له تصريف للمياه السطحية بصورة مضبوطة، يا إما تكون هناك احتمال underground water أيضا ما معمول لها تصريف، ما معمول لها protection. إحنا إذا بدنا نصمم طرق بمنطقة ريفية مستوى المياه بيها عالي، طبقات الطريق لازم تختلف عن طبقات الطريق بالأماكن العادية. زين، لازم يكون عندنا طبقة من الحجر crushed rock، زين، مغلفة بالجيوتك ستايل على شكل فلتر تعمل. لازم يكون عندنا perforated باي، بس أشوفكم صور. زين، خلينا نرجع. نعم، هذه الصور أخوان شوفوها. بسم الله. هذه المناطق خلينا نقول بالمناطق الريفية، أول شيء تقطع الطبقة وتفرشها بالجيوتك ستايل، وتفرش البيرفوريتد بايب، بايبات مثقبة على مود من يرتفع المي يدخل بهذه البايبات، ويتم تسليطها إلى الخطوط المجاري أو خطوط تصريف مياه الأمطار الرئيسية. فوق الجيوتك ستايل يتم فرد الحجر الكراشت أجريجي الكراشت روك عفوا، تمام، على مود يعطي أيضا مثل الفلتر يعمل، وعلى مود من ترتفع المياه الجوفية ما تتحلل المواد. احنا ليش قلنا السبيس لازم الساند كوفيلنت ما يتجاوز ال 25، تمام، او ما يقل عن ال 25، لانه من يقل عن ال 25 راح يصير به مواد كلي، من يرتفع المي راح يذوبها وبالتالي يسوي فراغات وراح يصير ستلمنت. هنا هاي المنطقة او الحل هذا هو راح يمنع عملية ذوبان طبقات الطريق، وهذا راح يعمل مثل الفلتر يحمي الطبقات اللي فوقها. يتغلف بالكامل، شوف تم فرد الاجريجيت بهذه الصورة او الكراشت روك، وبالتالي تسكير عليه، وتجي فوقها طبقات الطريق العادية. هذا تغلفت بالكامل، هسه هذا كله حجر جواها، وتجي فوقها طبقة السب جريد والسب بيس والرود بيس وبصورة طبيعية كلها، تمام. فهذه يعني أهم شيء هو موضوع المياه وتصريف المياه سواء كانت سطحية أو مياه جوفية. فنرجع على التشققات الطولية الجانبية أو بالوسط. الأسباب قلنا الصرف الصحي غير الكافي، أو الصرف السطحي، صرف المياه السطحية غير الكافي، وشفناها بالصور. زين، خلي أشوفكم هنا أيضا شلون يتم عملية صرف المياه عفوا. نعم، هنا هذا أحد السكشنات بالمشروع مالتنا بألمانيا. شوف هنا هسه خلينا نقول ليش، شوف هذا السلوب مالته على هالجهة 2.5%، وهذا السلوب على نفس الجهة 2.5%. هسه واحد يقول ليش، شنو يعني السايدين متجهة أو السلوب مالها على جهة اليسار؟ لأنه هذا الطريق بهالصورة هذه أكو التفافة على جهة
اليسار، فهذا السوبر اليفيشن مالته، تمام، لفة بسيطة على جهة اليسار. فلاحظ هنا صرف المياه السطحية، زين، ماخذيها بنظر الاعتبار من الجانبين ومن الوسط. أريد أشوفكم صورة أوضح هنا. نعم، هذا أعتقد أوضح. نعم، شوفوا هنا يا أخوان، لما يكون على جانبي الطريق أكو تصريف للمياه السطحية منا ومنا، زين، بالوسط إذا تركناه بدون تصريف للمياه السطحية راح تجي مياه الأمطار، وخصوصا بالدول الأوروبية، راح تنزل تحت الطريق وراح تأثر على طبقات الطريق الإسفلتية من هذا الجانب، من هذا الجانب على الفاست لين أو على الخط السريع، تمام. فأكو خط بالوسط هنا أيضا بيرفوريتد بايب، خلينا نشوفه، تمام، لتصريف المياه السطحية وبعدين تحويله إلى القنوات الرئيسية. عندنا عد، شوفوا السايد سلوب، لازم الطريق يكون بكامبر أو سايد سلوب على مود ما تقف عليه المياه، لأنه المي من يقف على الأسفلت تلف الأسفلت، زين، لأنه بي فويد، بي فجوات هوائية من صار بيها المي بمرور الوقت يتلف. شوف هنا كم تصريف أو كم منفذ لتصريف المياه السطحية مخلين هنا بجنب الطريق، مثل ما قلنا عبارة عن شانل، تمام. شوف اخواني الاعزاء، مباشرة تحت الشانل اكو جراوتينج، ينزل المي، زين، مو على طول الطريق، وانما بعض المناطق، والمناطق الاخرى ترابيه مدفونه، ترابيه عادي، يتسرب المي بهذا الاخدود او الشانل، ينزل وين؟ على بايب صغير، بيرفوريتد بايب، يعني بايب مثقب محاط بالجيوتك ستايل والاجريجيت 3/8 اجريجيت سنجل سايز، حجم واحد، وتعمل كفلتر، تمام. هذا المي من ينزل على البيرفوريتد بايب ويتسلط عن طريق الجرافيتي الى الخطوط والمجاري الرئيسيه، واللي هي هذه اللي تمتد ايضا على طول الطريق، زين. لاحظ اخوان هنا، خلي ارجع اصغر الصوره، لما يكون عندنا الطريق بجانبه تلة عالية، زين، أو مرتفعات، شوف ملاحظين هنا، شوف هذا الأخدود أيضا، هنا يسموه بالألماني جرابينج، هذا يكون عمقه أكثر من الشانل الجانبي هذا، تمام. هنا أيضا على حسب وضع الأرض الطبيعية يخلون نقاط تجمع المياه السطحية بالمناطق المنخفضة، أخفض منطقة يسلط عليها المي من هذه القنوات المائية، وهسه نشوفها بأحد الفيديوهات إن شاء الله مباشرة، نشوفكم إياها شلون دا تشتغل هذه الطرق. شوفوها، شوفوا هاي، لاحظوها وياي، وهسه راح نشوفها بالفيديو، زين. هذه من تتجمع المياه، هاي تتجمع هنا، تتنزل على هاي الشانل الثاني، زين، ويتجمع بأوطى نقطة، ومن أوطى نقطة يسلط وين؟ على بحيرات تجميع مياه الأمطار بمحاذاة كل طريق موجودة. دائما إخوان، دائما اللي يريد سلامة الطرق مالته، واللي يريد يشتغل صح بأي بلد من البلدان، لازم تكون قنوات تصريف المياه السطحية أوطى من الطريق، مو بنفس المستوى أو أعلى، يجب أن تكون أوطى من الطريق. شوف، لاحظ الخط هذا إخوان، لاحظ الخط، تمام، شوف البايب وين، لازم تكون اوطى من، يعني اول طبقه او اوطى طبقه، البايب التصريف يكون اوطى منها، او الشانل يكون اوطى منها. فهنا الشانل راح يتصرف على البايب، خلينا نقول، فاحنا نقيس من البايب، وحتى لو قسنا من سطح الشانل ايضا هو بنفس المستوى، تمام. نرجع نشوفكم الفيديو، بسم الله. خلي يخلص الإعلان بس.
دقيقة 7 قلنا. شوف هاي، شوف اخوان، تمام بالضبط هنا. نعم هنا اخوان، شوف هاي القنوات، شوف ايه هذه، هذه القناة الجانبية راح تكون، وهذه شوف الجرابن او الشانل اللي محاذي للطريق على ارتفاعات، شوف شلون جاي ويا مستوى الارض الطبيعيه. كل هذا عباره عن تصريف المياه السطحيه. ليش؟ هذه كلهن هاي وهاي حمايه لمن؟ للطريق. شوف هنا ايش عندنا؟ هنا عندنا البيرفوريتد بايب اللي هو البايبات المثقبه، وبالتالي تسلط على خلينا نقول على النقاط الرئيسيه او على الخطوط الرئيسيه، وتصرف إلى بحيرات تجميع مياه الأمطار. خلينا نروح على الدقيقة 9. و55 بس أشوفكم. شوفوا هنا أعمال، عندنا أعمال أسفلت، وشوف الشانل الجانبي. تمام هنا شوفوا اخوان، شوفوا هذا، هذا كله موازي للطريق، وهذا الجرابن اللي على الارتفاعات، وهاي اعمال الاسفلت هنا ديستريبيوتر والفينيشر. هاي الشغلات بعد ما عندنا وقت نشرح ونتكلم عليها. نروح على الدقيقة 13، ساعتين و13. تمام شوفوا هنا اخوان عمليات السب جريد وشون جاي تتم، وتجهيز الطبقات يعني جبناها، وايضا هاي تصريف المياه الجانبيه، واكو هنا، وراح نشوف الستورم ووتر. انا اريدكم هنا تشوفون الستورم ووتر شلون دا يصمموه هنا بمنتصف الطريق، هذا الجهه اليمينيه واكو الجهه اليسار، وشون راح تكون اعمال الستورم ووتر بالوسط زين، ومن الجانب ايضا راح تكون هنا نفس المخطط السكشن. شفتوه هذا الجريدر، جريدر ده يشتغل هنا تمام، وهنا عندنا عمليه تحسين التربه، عفوا نعم هذه اللي اريدكم تشوفوه. شوف هنا الفلتر، فلتر مال بيرفوريتد بايب، شوف حط الجوت ستايل، حطوا البايب وحطينا فوق الاجريجيت على مود يحافظ على مود ما يدخل اتربه بالبايب، وانما تدخل فقط المياه السطحيه التي تسربت اسفل الطريق، او يعني خلينا نقول اوطى من الطريق. فاذا هذا ومسؤوليته حمايه الطريق، التصريف الجيد للمياه السطحيه هو اكبر حمايه للطريق. ما اريد اطول، هنا عندنا الامبروفمنت او السويل فيربسرنج يقولون عليها، تحسين نوعيه التربه، دا يفردون سمنت، وهاي الفريزر دا يخلط السمنت ويا التربه لتحسين السي بي ار او الكاليفورنيا بيرنج ريشو. فالموضوع الطرق موضوع جدي، لو واحد يشتغل صح لو لا يشتغل، لا يقول انا اني اني مهندس طرق، ولا يوجع راسنا ويقعد يحرق فلوس، يقعد يحرق خيرات البلد، ورا شهرين ثلاثه ولا ورا 5 سنين يرجع يغير الطريق، عيب عيب. اقل عمر تصميمي 10 سنين، شركات المقاولات بالامارات تظل 10 سنين تعطي ضمان للدوله، 10 سنين اي خلل يصير بالطريق الشركه هي اللي تصلحه على حسابها الخاص. تمام نجي على الشقوق الجانبية، وقلنا التصريف الصرف السطحي غير الكافي، وهبوط الكتف احنا استبقناها وشرحناها، الغير مضغوط الشولدر هنا، الشولدر هذا يكون ما مدحول بصورة مضبوطة. تمام هذا الشولدر يكون ما مدحول بصورة مضبوطة، فمن تمر السيارات على الجنب نزول هذه الجنب هذا من الاسفلت، لما ينزل يدوس خلينا نقول يسوي لنا هذا الكراكس. زين زين احنا خلينا نقول السبب الاخر، ليش جتي السيارات على حافه الاسفلت؟ قد يكون احد من الاسباب الاخرى هو عدم كفايه زين العرض،
عدم كفاية عرض الرصف أدت إنه خلت السيارات تمر على الحافة، تدوس بالضبط هنا على الحافة هذه، زين، وصار بي سيتلمنت نزول، وصار عندنا هذا الفطر، هذا المشكلة. زين، هسه السؤال يقول ليش زين هذا الفطر اللي بالنص منين إجا؟ هذا الفطر من النص عادة يجي بسبب انه المفصل يكون بارد. بالحلقه الاولى اذا شفتوها وبالمحاضره الاولى احد الصور عرضناها، واحدى الصور الفينيشر الاولى جاي يمد الاسفلت بنصف الطريق باحد الانصاف الطريق، وماشي مسافه اكثر من 300 400 متر، زين، وتارك الجوينت بارد، حافه الاسفلت بارده، وبعد ما تبرد يعني تصير درجه حراره اقل من 50 يجي ينقل الفينيشر ويبدي بالطرف الثاني. فهذا المفصل البارد إذا ما تم إزالته يقطعه ويزيله ويطلع المواد الحارة، فراح يؤدي بالأخير إلى عملية الكراكس طولي اللي هو هذا، تمام، أحد الأسباب. يعني نجي على الجوينت ريفلكتيف كراكس أو شقوق الانعكاس، أعراضها مبينة شفتوها بالصورة، تمام. أسبابها كل الأسباب بينه بسبب الفطور اللي جواها، هي مجرد انعكاس لهذه الكراكس اللي تحتها، سواء كانت كونكريتية أو طبقة أسفلت قديمة، فيرجع ريفليكت يعكس على الطبقة اللي فوقها. عندنا السليبج كراكس، تمام، هذا الزحف يصير بالطبقات الاسفلتية. هذا راح اشوفكم هسه عليه مشكلة صارت ويانا بالامارات، زين، يعني من ارض الواقع، ما راح اقعد احلل لك وانطيك اسباب بكيفي، هذني الاسباب كلها يعني حاصل خبرة وحاصل مشاكل مرت علينا. الانزلاق شنو الاعراض؟ هي حركة نسبية بين الطبقة السطحية والطبقة السفلية، يعني الطبقة تتحرك فوق طبقة. شنو يتميز؟ انه الشقوق تكون على شكل هلال او الفطور اللي بيه تكون قوسيه، تمام، باتجاه دفع عكس اتجاه دفع العجلات، يعني انت تطلع لي قدام هي القوس يصير محدب او مقعر اثناء اتجاه واحد والكسر في اتجاه اخر. الاسباب دفع غير عادي، يعني خلينا نقول سياره تبطنش فوقه او تفحط فوق الطريق، وهو اصلا ما ماسك الطبقه العلويه على الطبقه اللي تحتها. والاسباب مثلا الام سي مو كافي، البرايم كوت او التاك كوت مو كافي، يعني قليل الرش بصوره قليله جدا، يا اما يكون الرش بصوره مضبوطه بس قبل ما يشتغلون. وهذا اللي صار بينا بالامارات، ايش صار؟ اجى هواء وجا تراب وجا رمل وجا الدنيا، والاستشاري ما كان واقف، والاسفلتي والمقاول يريد يخلص شغل خطيه، ف الفورمان ايش مدري قال لك اني افرش واخلص شغلي واروح، فرش الاسفلت فوق الرمل اللي صار فوق الام سي البرايم كوت، وفرش وخلص وصار الطريق ما احلى. ورا يومين بلش السلبج، وهسه اشوفكم صور واقعية من، خلينا نقول، من أرض الواقع. اسمحوا لي بس. تمام، هنا أنا. شوف اخوان، هذا نفسه السليبج اللي بدنا نحكي عليه، شوفوا هذا السليبج اللي صار عندنا بطبقة الويرن كورس، شوف شلون زحف صار، جاي تشوفوه، تمام اخوان. أنا اعذروني للإطالة، اللي يريد يستفاد حياه الله، واللي ما عنده وقت يستفاد يرجع للفيديو إن شاء الله بوقت آخر، ولأنه أنا أعتذر ما راح يعني يكون عندي وقت بصراحة، لما يكون عندي وقت وأجبر إنه أجبر جدولي إنه آخذ وقت أقدمه لكم إن شاء الله بكل رحابة صدر، فللأسف صعب إنه أحصل وقت آخر. شوف أخوان، هذا السليبج اللي صار عندنا،
وشوف هنا، أنا شوف هذه النقطة، شوف هاي النقطة، شوف الجوينت، شوف الجوينت اخوان. هذا هنا بألمانيا يستخدمون مادة خاصة، زين، مادة خاصة توضع بين الطبقتين، يعني تلصق، تلصق مثل الجوينت سيلنت، يلصقوها على الجوينت قبل ما يحطون طبقة الاسفلت. بس احنا بالامارات المفروض كنا شو نعمل، بس هذا الظاهر ما مشتغليها، نرش تاك كوت على هذا الجوينت. هنا أنا حتى ما مرشوش تاك كوت، لذلك شوف هنا أنا عامل كراكس وصار السليبج، صار الزحف. يعني الشغل مبين، انت تشتغل صح صدقني ما تصير عندك مشاكل ولا تصير عندك عيوب بالاسفلت. بس اذا انت يعني تشتغل وتستهين بالاسفلت وما تحترم الاسفلت، الاسفلت ما راح يعني يكون بالصورة اللي انت تتمناها. شوف اخوان، شوف شلون مبين، مبين الاسفلت مرصوف فوق طبقة رملية او غير نظيفة على الاقل، تمام، حتى ماكو تاك كوت او ما مرشوش تاك كوت اصلا نهائيا، تمام. طبعا هذا احد الاخوان كان وياي من فلسطين الابية، كان وياي بالمشروع. شوف هنا أنا مثلا كان المفروض لما يكون يعني يكون عمل الاسفلت بالاجواء الرمليه لازم ناخذ الاحتياطات بهذه الصوره، يعني لا حد يستهين، لا حد يستهين بالاحوال الجويه. يعني من يقول لك ما يصير تفرد اسفلت اثناء المطر، لازم تعرف اكو اسباب، هي مو بس جاي يعطل شغلك الاستشاري، لا، هو على مودك، هو على مودك، على مود ما تفرد اسفلت وثاني يوم ترجع تشيله. من يوقفك الاستشاري مو على مود يعطل شغلك، من يقول لك انت اذا تريد مجبور تفرد اسفلت وصار الاسبوع عندك عج، يوميه عج مثل ما صار بينا بالامارات، لازم ناخذ احتياطات. فاحنا هنا سوينا هاي الاحتياطات، لانه تعرف الرياح اللي تؤدي الى هبوب او تحرك الرمال بصحراء الامارات، ف بصورة أفقية موازاة سطح الأرض، فما تكون بارتفاع عالي، فاتخذنا هاي الإجراءات لحماية الطريق وحماية أعمال الأسفلت، تمام. وافق الاستشاري أنه يعني نشتغل بدون تأخير. هاي بعدين نتطرق لها. طبعا لازم تكون حماية الفيدرات بمصانع الأسفلت، لأنه بعض الأحيان تجي كورس أجريجيت أو كورس كراش روك، كراش روك يجي بالموضوع، تمام. قلنا هنا عدم الترابط بسبب الغبار الناعم والرطوبة التي لم تتم إزالتها قبل وضع الطبقة السطحية. رجعنا هذا هسه شفناه بالصور، زين، قبل ما نجي على النقطة احنا شفناها بالصور. أول شيء قلنا عدم كفاية الام سي أو التاك كوت، وهم أو احتمال أصلا ما راشين، يا اما يكونوا راشين وصاير عليها تراب، يا اما راشين والدنيا دا تنطر وهم اشتغلوا، فادت لهاي المشكله. العلاج ماكو علاج، هاي لازم تنشال وترجع تنشغل من جديد. هذه مشكله العراق العويصه الراتينج، زين، اعراضها مبين. هاي تسوي على المسارات العجلات تكون مثل الشنل والاخاديد على عرض العجله، زين. الاسباب مالتها حركه المرور الكثيفه، وهاي قلناها وحكينا عليها، وقلنا لازم تكون مصممه مسبقا من المكتب الاستشاري، وهو مسؤول عن تصميم سماكات طبقات الطريق، زين. واحنا شفنا بالسكشن مالتنا هنا مثلا، خلينا نجي هنا، تمام، شوف ايش قد طبقات الاسفلت هنا عندي. يعني عندي بالمانيا هسه الطريق اللي بدنا نشتغله طريق دولي، زين، تمشي عليه تريلات. لا تقولوا لي هيفي لود ولايت، هيفي ديوتي ولايت ديوتي، هذا تريلات تمشي عليه دوليه محمله كلها، زين. شوف الطبقات اللي محطوطه، البيس الطبقات اللي فوق السب جريد، تمام، طبقات الاساس اللي فوق السب جريد. عندي طبقه الحمايه من الصقيع اللي هو اجريجيت عادي، سب بيس عادي 23 سنتيمتر، تمام. عندي شوتر تراك شيشت اللي هو الرود بيس لود بيرنج، يعني طبقه تحمل مثل السمنت ستابلايزد سب بيس استخدمناه بالامارات، مثل الويت ميكس،
استخدمناه ايضا بالامارات. ايضا هنا بالطبقات مالتنا بالسكشن مالتنا موجوده 20 سنتيمتر شوتر تراك شيشت، تمام؟ نجي على الطبقات الاسفلت اللي هو الاسفلت تراك شيشت هنا او البيس كورس، اسفلت بيس كورس اخوان عندي 18 سنتيمتر على طبقتين نفردها، يعني 9 سنتي اخلص وادحل وكل شيء تمام تمام وارجع افرد طبقه 9 سنتي. زين؟ ارجع هنا اشوف شنو اجى وراها، طبقه البايندر كورس اسفلت بندر شيشت. زين؟ طبعا كلها حسب مواصفاتها والسايز مالها، هذه كلها الطبقات هذه السماكات لازم يصممها المكتب الاستشاري على ضوء دراسات، على ضوء التحليلات، على ضوء حتى النمو المستقبلي، نمو الترافيك المستقبلي، بس احنا عندنا مشكله عويصه هسه راح نتطرق لها. زين؟ يعني حتى الدراسات ما تفيد بيها، لذلك لازم ننتقل الى حلول بديله اخرى. زين؟ فيعني في حال كان المكتب الاستشاري مصممها صحيح بس ما نجح التصميم ماله او فشل التصميم ماله، يعني في حال انه هو اوكي حاسب الحسابات كلها وما اخذها بصوره دقيقه واشتغلها بصوره دقيقه والمصمم الخلطه الاسفلتيه ايضا صممها على ضوء الحسابات. زين؟ نجي على الطبقه وصار عنده فشل، فاكو اسباب اخرى سنتطرق لها. شوفوا اخوان، قلنا طبقه البايندر كورس 9 سنتيمتر صارت عندنا 27 سنتيمتر اسفلت، تمام؟ رجعنا على طبقه البايند الويرنج كورس او الطبقه السطحيه، تمام؟ طبعا عندنا هنا بين هاي الطبقتين ام سي وبين طبقات الاسفلت التاك كوت، تمام؟ الطبقه السطحيه 4 سنتي ونص، يعني ايش قد صار عندنا؟ 31 سنتي ونص اسفلت بس. فوق السب جريد عندي طبقات بيس 43 سنتي، يعني كم سنتيمتر؟ 71 74 سنتي ونص، تمام؟ ما عدا السب جريد، فوق السب جريد 74 سنتيمتر ونص. ومثل ما شوفناكم ببعض الطرق نحتاج الى طبقه حجر لحماية الطريق من المياه الجوفية، بس هنا إذا ما عندنا مياه جوفية يكتفي أو نكتفي بتصريف المياه السطحية، ويجب أن تكون قنوات تصريف المياه السطحية أوطى من الطريق لحماية الطريق، نقطة انتهى. يعني الموضوع ما أعرف شلون واحد يظل يتنقل وإن شاء الله نوصل للنتيجة. بس خلينا نقول حركة مرور كثيفة وشرحناها، الضغط لإحدى الطبقات أو الحدل في الطبقات غير كافي، ممكن أكو مشاكل عندنا بالحدل أيضا تؤدي إلى هذه المشكلة. وعندنا قلنا إحنا نقدر المهندس يقدر يحدد بالنظر إذا كانت المشكلة هي بسبب عفوا الاسفلت، طبقات الاسفلت، او اذا كانت مشكله الرتنج بسبب الطبقات اللي تحت الاسفلت. وهذه اعتقد هذا نعم مجرد اجيب ستريت ايج او مسطره الالمنيوم لثلاثه متر، تمام؟ اشمرها على الطريق، إذا طبقت على الأوريجينال بروفايل للطريق، إذا طبقت المسطرة على السطح الأسفلت اللي اشتغلناه اللي هو المفروض يبقى الطريق عليه، فإذا المشكلة في الطبقة اللي تحت الأسفلت، المشكلة مو بالأسفلت. مجرد أجيب مسطرة وأشمرها فوق الطريق، فوق الراتينج. زين؟ بينما إذا المسطرة ما قعدت، يعني المسطرة هنا صارت فوق ويرجع مستوى هذا المسطره هنا صارت، ومستوى الطريق صار جواها، مستوى الطريق الاورجينال بروفايل صار جواها، يعني اللي هو هذا، شوفوا هذا الاورجينال بروفايل، فاني اذا ذب المسطره راح يصير فوقها، فوق الاورجينال بروفايل. اذا المشكله عندي بالاسفلت مو بالسب جريد ولا بالسب بيس، تمام؟ فهذه ابسط طريقه لاختبار فيزيكالي لتحديد مشكله الرتنج وشنو سببها بالضبط، او وين سببها، بالاسفلت لو بالطبقات الاخرى، لانه بكل الاحوال بيها مشكله قلنا بالحدل او بالكومباكشن.
نجي على الأسباب الأخرى، تصميم مزيج غير مناسب والاستابيليتي واطية. يعني الخلطة الإسفلتية إذا اشتغلها مثل ما قلنا المصمم قال والله يجي على باله، يعني يعرف هو أنه كل ما زاد البيتيومين كل ما الديوربيليتي عالية تكون، أو الديمومة مالت الإسفلت عالية، فهو دا يزود البيتيومين عمود يعطي عمر تصميمي مثلا أكثر للإسفلت. وهذا مثل ما شفناه بداية المحاضرة ينطي بعد ما نصل لنقطة الانقلاب باستقرارية الإسفلت يصل إلى الماكسيمم، كل ما نزود بيتيومين تعلى الاستابيليتي إلى أن نصل إلى نقطة ينقلب عدها الكيرف وتؤدي إلى، يعني تبدي خلطة الإسفلتية بالخسارة الاستابيليتي أو الاستقرارية، فهذا بالتالي يؤدي إلى مشاكل قد تؤدي إلى الراتينج. خلينا نقول هنا السبب هذا يقول لك عدم ثبات المزيج، المادة الرابطة، الحبيبات، الركام ناعم الملمس، مادة رابطة ناعمة غير كثيفة. هذه النقطة خليني أشرح لكم إياها ببساطة، عفوا. زين، المادة الرابطة هو أهم شيء، هذه يعني البيتيومين ببساطة. يعني أنت من بالأجواء الحارة خصوصا، يعني ما أستخدم ال 60 70 ما أستخدمه نهائيا، أستخدم الهاي جريد بنتريشن اللي هو 40 50. هذا ليش؟ لانه البنتريشن مالته او السوفتنينج بوينت، درجه الليونه ما يصل الى الليونه بدرجات الحراره الواطيه، يعني يريد يحتاج درجات حراره اعلى من ال 60 70 على مود ياخذ تصير بي ليونه، وبالتالي الخلطه تصير مثل خلينا نقول مثل الشوربه وتاثر بها السيارات من تعبر عليها. شنو يقول لك ركام ناعم الملمس؟ يعني شنو هو؟ يعني الانجولاريتي مالته قليله، يعني ممكن احنا اشتغلناها بعض المناطق، اشتغلناها بالامارات، استخدمنا الوادي جرافل من مدينه العين. وادي جرافل هو مو كراشت اجريجيت، مو كراشت اجريجيت، يعني الكراشت اجريجيت احنا نجيبه من المونتاين، من الجبال، من الكسارات يفجروها ويكسرون الحجر ويجيبوه مكسر من كل الزوايا، يعني 100% كراشت. بينما الوادي هو الحجر الصوان، تعرفون الاحجار الرسوبيه. زين، ايضا يكسروها بس تجي هذه مكسره من جهه او جهتين بس. زين، فهذه الاجريجيت ناعم الملمس، وبالتالي من يصير عليه لود تنزلق الحجر وحده على اللخ، مو الزوايا، الزوايا تحشك، يعني شلون نقول تتعشق مع بعضها مثل المسننات، هي بالنهايه الزوايا اسنان، بينما القوسيه او الحجر الصوان تزلق وحده فوق اللخ، شلون البيض من تحطه ما تقدر توقفه قبل يفرط. زين، فهذه ايضا مشكله بالاجريجيت والمواد الرابطه. عندنا وضع وعمل خاطئ لطبقات الاسفلت السطحيه، يعني هاي ايضا قلنا عليها يعني during the work، يعني اخطاء اثناء العمل قد تكون مثل ما قلنا لكم، يعني يجوز انفردت بدرجه حراره بارده الاسفلت، فردوه بدرجة حرارة باردة، ما دحلوه بصورة مضبوطة، أو ما حدلوه عفوا بصورة مضبوطة، تقولون حدلوه، ما حدلوه بصورة مضبوطة، فبقى بيه نسبة فويد كلش عالي. فمن إجا الجو الحار والسيارات دا تمر عليه، هو الفويد مالته الفجوات الهوائية كلش عالية مثل الاسفنج، فايش راح يصير؟ راح يدوس، راح يعني اوتوماتيك، راح السيارات اللي تعبر عليه هي راح تدحله، فبالتالي راح يعمل الشانل هذا او الاخدود. فموضوع الكومباكشن والعمل ايضا، يا اما يكون انحدل على الماكسيمم اوفرلودد، شوف نانا اوفرلودد، وش صار عندنا؟ الفويد صارت صفر، وبالتالي اي حمل زائد اكسترا زين راح يأثر، يسوي عندنا تشوه ديفليكشن بالطبقات. زين، فلو عندنا فويد حسب التصميم الخلطه عندنا سماح من كذا لكذا، من 4 ل 7، من 4 ل 6، من هذه السماح هو هذا اللي يعطي عمر للخلطه الاسفلتيه على مود
شلون نقول ما تتلف بسرعه بسرعه، اذا زادت الفويدز عن التصميم المطلوب راح تنطي نتيجه سلبيه، واذا قلت ايضا تنطي نتيجه سلبيه، فاني لازم احافظ عليها ان بتوين. الموضوع حساس ما نريد نستهين به، زين. فاذا زاد الاوفر كومباكتد صار وماكو عندي فويد بالخلطه ايضا، بس تعبر السيارات راح يصير عندي راتينج، زين. واذا قال ايضا من تعبر السيارات راح يصير عندي راتينج. اذا شنو؟ اذا لازم اني اشتغل حسب الديزاين هذا، في حال اذا كان الديزاين مالتي صحيح، هذا في حال اذا كانت طبقاتي وسماكاتها صحيحه من المكتب الاستشاري. هنا أنا الحكي مو جاي اني اشتغل هيك عمياوي، عندك اسباب كلها لازم تدرسها من تصير عندك مشكله، زين. هنا أنا اخر نقطه، وهي هي الطامه الكبرى والعويصه بالعراق، بسبب الضغوط العاليه التي يسببها قفل او قفل حركه المرور الثقيله. شنو هو اللي يسبب ويقفل الطريق عندنا غير السيطرات؟ ماكو شيء، سيطرات حاطيها على العامي على الشامي، واخر شيء اذا اكو سياره مشبوهه تدخل من يمهم يقولوا لهم السلام عليكم وعليكم السلام ويطلعون، والناس العراقيين الابرياء الشرفاء يوقفوهم بالسره ساعات على السيطرات وما يخلوهم يتلفون الطرقات ويتلفون. شوفوا قدام كل سيطرة، أنا ما صار لي ما أدري قد ما رايح للعراق، بس أنا متأكد قدام كل سيطرة تلاقون هاي المشاكل مالت الرتنج وغير الرتنج. عندنا التخدد أو التموج أو التمويج. هنا الشوفينج، هذا التخدد هي عبارة عن تموجات غير منتظمة، يعني مو على مثل الرتنج، وإنما تصير مثل ما أنتم شايفين متفرقة، أيضا تصير بالتقاطعات، تكون على السطح. يحدث هذا عادة في الأماكن التي تبدأ فيها حركة المرور وتتوقف، يعني بالتقاطعات ومحطات الحافلات، منين تقف الحافلة منين تنطلق الحافلة، وتصير أيضا فوق القنوات المستقبلية وغرف التفتيش. يعني شنو غرف التفتيش؟ هاي غرف التفتيش المناهيل، زين. هذا هنا أنا من يكون المنطقة هنا أنا بالذات، هنا أنا شوفوا إخوان، من تكون هاي المنطقة ما انحدلت بصورة مضبوطة، يعني الباك فيلينج بالترابية بطبقات الترابية ما انحدلت بصورة مضبوطة، فراح يصير ستلمنت وبالتالي تنزل الطبقات، زين. يعني ما اعرف اني شو اقول لك. الاسباب الاخرى طبعا الخلطة الاسفلتية وهذه الشغلات اكيد، والكومباكشن مثل ما قلنا، ونسبة الفويدز ماكو، ونوعية البيتيومين. يعني هي كل الأسباب ترجع، شوف هنا نرجع ترجع تعيد نفسها مثل ما قلنا، المادة الرابطة مثل ما قلنا، وبالسبب الأول البيتيومين 40 50 أو 60 70 ماكو داعي نرجع ونعيد ونصقل، والركام الناعم، زين، والمادة الرابطة الناعمة. يعني رجعنا على نفس النقطة، إنه قد يكون الأجريجيت فلكنس فلاكي او الونجيشن يعني فاشل، يا اما يكون وادي جرافل سيمي كراشت او هالف كراشت، مو فول كراشت، يعني ناعم الملمس، يا اما الماده البيتيومينيه تكون لايت جريد يعني 60 70 او سوفت بوينت او سوفتنينج بوينت مالتها جدا واطيه، يعني على درجات حراره مو حيل عاليه وتاخذ الليونه مالتها. قلنا بسبب هبوط الطبقات السفليه من الجيوب المضغوطه بشكل غير كافي، وهذا هو الشرح اللي قلناه، انه المناطق سواء احنا شنو قلنا فيوتشر داكت. شنو هي الفيوتشر داكت؟ هي اخوان مسار عبور الخطوط الخدميه، سواء كانت كيبلات اتصالات، كيبلات كهرباء، هاي اللي تمر من جوه الطريق، ويسوي لها دكتات عبارات عبارة عن بايب بروتكشن بايب، ومرات يصب كونكريت، وراها من الجوانب لازم تندفن بصورة مضبوطة وعلى شكل طبقات وتنحدل. يهتمون بها المفروض المهندسين أكثر من الطريق نفسه، لأنه هذه تنزل حية على الصلاة إذا ما انشغلت بصورة مضبوطة، تمام. فتؤدي لهذه المشاكل. ايضا استخدام الزيت غير المتطير، ايضا بالمعدات بالستير رولر، تعرفون انتم لازم، او بالبي تي ار يستخدمون الزيت، زيوت الطعام الطيارة على مود ما تلتصق بالعجلات، فاحتمال يستخدمون، مرات يستخدمون ديزل يسترخصون او يستسهلون الموضوع وتأثر على الطريق، فتؤدي ايضا الى هذه
المشاكل، واكو سبب اخر طبعا انا للاسف ما الاسباب كثيره، فهذا قدر المستطاع اللي حاولت الخص لكم اياه. السبب الاخر قد يكون الخلطه من المصنع نون هوموجينياس، يعني الميكسر يكون بيها مشكله بالارمز بالاذرع الخلاطه، وبالتالي الخلطه جتي قسم بي بتيومين عالي قسم بي بتيومين واطي، وهذا بالتالي ينطينا نسب حد المتفاوته، يعني الابو البتيومين العالي ياخذ كومباكشن او هذاك الثاني ما ياخذ يبقى بي فويد عالي اللي هو الدراي، فراح ياثر بالمستقبل ايضا، ويتاثر الرياكشن مالته بعد مرور الترافيك راح يكون مختلف من منطقه لاخرى، او من حسب الباتش الواحد مختلف، او نفسه يكون باتش زين وباتش بتيومين عالي والباتش الاخر بتيومين واطي، المهم فتؤدي لهذه المشاكل. عندنا الرافلينج، وهذه المشكله ايضا مشكله عويصه جدا، وهي عباره عن شلون نقول يفرط الاجريجيت او البحص الحجر من الطريق من وجه الطريق، يفرط ولوس يعني يصير هيك يطير على وجه الطريق، تمام، يفتك من النسيج الاسفلتي اللي انفرد على الطريق على وجه الطريق. شنو السبب؟ طبعا اسباب بالنسبه للمهندس اللي عنده خبره اسبابها منطقيه يعني بسيطه، يعني المفروض يكون عنده اي مهندس يكون عنده فكر تحليلي ليش هذه. طبعا عندنا اسباب هوايه، اكثر سبب باسباب هذا واكثر عيب ديفكت بالاسفلت باسباب خساره الركام الرافلينج، عندنا هو عباره عن فقدان الركام من الطبقه الاسفلتيه، يصير عندنا السطح خشن، اعراضه يعني او ميزاته او مزايا، بعض الاجزاء سليمه واخرى حيث فقد الركام مثل ما شفنا، يعني على المناطق هنا سليمه كل شيء ما بيها، والاخرى محفره، تمام، هذه هنا محفره وهنا ما بيها شيء، هذه واضحه هنا، هذه حفر، تمام، هذه حفر، كل هذا لوس الاجريجيت فارط، عندنا السطح يصير خشن، فقدان الركام، تشققات، التفكك التدريجي، يفرط مثل السبحة وانقطعت وفرطت. الأسباب طبعا الأسباب شيخوخة البتيومين، يعني شنو يعني العمر بعد عمر هذا، إذا صار في حال هذا السبب في حال ورا ال10 سنين، خلينا نقول هذا السبب، يا اما نستبعد هذا السبب، لا مو هذا السبب، اذا ورا يومين ثلاثه لا مو هذا السبب، انا اقول لك السبب يا اما البيتيومين بي مشكله، انا خليني اخذ هاي الاسباب بالتدريج احسن على مود ما اضيعها عليكم. خلينا نقول نسبه الحد الغير كافيه، شنو يعني من واحد يقول لك نسبه الحد الغير كافيه، معناته انت تقول الفويدز بالخلطه كلش عالي، يعني معناته شنو؟ معناته سفنجه عندي يعني، يعني شنو يعني اخر طبقه اجريجيت على وجه الاسفلت بس تقولها هيك باصبعك تطير، ليش؟ لانه جواها متروسه فويدز ما مدحوله، وهذا يصير اذا كان اذا المهندس الاستشاري واقف بالسايت بس، او يجوز اصلا ما جاي للموقع موقع العمل، وبالتالي المقاول اشتغل اسفلت بدرجه حراره 100 او 110 اسفلت بارد، طبعا لازم يكون 150 مثل ما تعرفون، فما تاخذ اصلا كومباكشن ما تاخذ حدد، تمام، فهذه الفويدز من او الحدد القليل من احد الاسباب المهمه. عندنا البناء اثناء الطقس الرطب او الامطار، هذه ايضا شوف احنا قلناها وراح نعيدها، اذا الدنيا تمطر وانت لازم تتوقف، حتى اذا الاستشاري ما قال لك اقف ممنوع الشغل، انت كمقاول ما المفروض تشتغل، ليش؟ لانه انت دا تفرد الاسفلت ورا الفينيشر، بعد ما جت المدحله على مود تسكر المسامات نزل مطر وتخلخل بين الاجريجيت، زين، فهذا ايش راح يسوي؟ هو ما راح يمتص الاجريجيت، ما راح يمتص هذا المي، ليش؟ لانه الاجريجيت محاط بالبتيومين والبتيومين مانع للامتصاص، زين، فهذا راح يبقى، راح يصير عندي فويدز هوائيه وراح يصير عندي فويدز بسبب الماء،
زين، هذه راح تدوبل الفراغات عندي بالخلطة أثناء، يعني حتى لو دحلتها، وبالتالي متفككة الخلطة، فماكو داعي أتعب نفسي أوقف رأسا وقت المطر. زين، ومن يقف المطر يا إما أنشف الطريق قبل ما أشتغل، زين، يا إما أنتظر إلى أن ينشف، لأنه أيضا راح يسبب لنا إذا السيرفس اللي تحت الخلطة ما ناشف أو عليه مي، راح يسبب لنا مشاكل أخرى مثل الزحف وغير الزحف. استخدام الركام الترابي والرطب في المزيج. زين، شنو يعني الركام الترابي؟ يعني عندك الأجريجيت من يجي من الكسارة مخلوط ويا شوائب وتراب وكلي وهذه، ومن ينحط بالمصنع، تدرون انتم معظم المصانع الاستكات مالت المواد مكشوفة، يعني ما مغطاية بجملونات، مو مثل مصانع الكونكريت. مصانع الكونكريت لانه يمكن كمياتها اقل، بس الاسفلت مرات ينتج 3000 طن باليوم، فاستهلاك مواد كبير، فالاستكات مساحة كبيرة فصعب تغطيتها. المهم تترك مكشوفة، وبالتالي هناك اوفن دراي او دراير، موجود فرن المفروض هو يجفف هذه المواد بصورة كافية. زين، وبالتالي لما تجف المواد بصورة كافية وحرارة مناسبة هاي هنا خلينا نقول عليها حسن إدارة مصنع، برودكشن أوبريتر مضبوط 100%، فلازم يتأكد أنه الأجريجيت جف بالكامل، والباودر هذه او الكلي ماتيريال انفصلت اثناء دوران الدراير او الفرن، انفصل هذا الباودر اللي هو الكلي على سطح الاجريجيت، وبالتالي الفلتر سيستم قام بشفط هذه الاغبره خلينا نقول او الغبار، واللي راح يجمعه بالتالي ويتحول الى الفيلر اللي نستخدمه ايضا بالخلطه الاسفلتيه. زين، فما راح يكون عندي هاي المشكلة. أما هو تطرق لها أو تطرقنا لهاي المشكلة ليش؟ في حال كان عطل، كان عيب في الدراير، كأن تكون هذه اللقافات اللي موجودة بالدراير بها مشاكل، بها كسور مكسرة، ما تخلط بصورة مضبوطة. زين، درجة الحرارة، شعلة البويلر داخل الفرن، شوفناكم إياها بالمحاضرة الأولى أو السابقة، واصلة يعني ما واصلة للمكان اللي احنا نريده لتسخين الاجريجيت بالصورة المطلوبة، فهذه المشاكل كلها راح تؤدي الى عدم تجفيف الاجريجيت بصورة مضبوطة. ما اريد اطول اكثر، وبالتالي يكون في نسبة رطوبة، لانه تعرفون انتم الاجريجيت ليش لازم يتجفف، لانه هو مو ما راح تجفف بس الاجريجيت سيرفيس بالفرن، مو دورة دورتين، لا، الاجريجيت هذا من مطرت عليه الدنيا امتص، امتص مي المطر امتصه، يعني اكو فد شيء اسمه ووتر ابزوربشن، هذا تغلغل المي داخل الاجريجيت، فيراد له فتره يبقى بالدراير يتسخن، اول شيء ينشف. زين، وبعدين اللي ينشف قلب الاجريجيت او على الاقل السطح اللي دخل نفذت عليه المياه الامطار. ارتفاع درجه حراره استخدام ركام، ارتفاع درجه حراره المزيج او البيتيومين او احتراقه. زين، هنا عندنا طبعا during the production، ايضا قلنا هاي موضوع اداره مصنع، بعض الاحيان تكون الثرمومترات او المقاييس الدرجه حراره البيتيومين، مقاييس حراره الاجريجيت اللي هي الثرمومترات، قد تكون عاطله في المصنع، والمفروض الاستشاري يشيك عليها، وقلنا المفروض الاستشاري مو بس يشيك عليها انه موجوده وده تشتغل، لا، عفوا، يشيك على انه هذه الثرمومترات هل تم معايرتها من شركات مختصه. شنو يعني معايرتها؟ يعني ممكن درجه الحراره 150 بس هو ده يقرا 110، وبالتالي انت توصلها 150 تكون وصلت 200، وبالتالي ممكن راح يحترق عندك البيتيومين او تحترق الخلطه الاسفلتيه، ومن تحترق الخلطه الاسفلتيه البيتيومين راح يفقد خواصه الفيزيائيه، راح يفقد الفيسكوسيتي او الدكتايلتي اللزوجه. زين، او يعني شلون قابليته على مسك الخليط على بعضه بسبب الحراره والاحتراق، وهذا طبعا المهندس ايضا بحكم الخبره والاعمال يصير يقدر يميز الخلطه
اثناء يعني اول ما تجي للموقع يباوع على الاسفلت، يشوفه يدخن والدخان مالته مو طبيعي، والخلطه تكون لونها براون يعني مثل الجوزي صايره مو اسود. زين، فالمفروض يميز المهندس الاستشاري ويرفض السياره مباشره، لانه اذا انفردت بالتالي راح تؤدي الى هذا الرافلينج ويصير يفرط الاجريجيت شوي شويه. نجي هنا جوده رديئه للركام. اكو اهم فحص للاجريجيت المستخدم بالخلطات الاسفلتيه، هو فحص اسمه الاجريجيت كراشنج فاليو، قيمه او تحمل الكسر للاجريجيت. تمام، هذا الاجريجيت اذا ما نجح بهذا الفحص، زين، او شوفوا الاستشاري لازم يتابع اول باول، يعني مو بس فحص المواد اثناء الديزاين وبعدين غمض عينه، لا، يبقى. ليش؟ لانه المواد اللي فحص عليها اثناء تصميم الخلطه الاسفلتيه واللي بلش ينتج منها المصنع، المواد تغيرت، المواد انفردت بالطريق وجت مواد غيرها، فاني لازم اعمل كنترول مو بس على الاسفلت، اعمل كنترول على الرو ماتيريال اللي دا تجيني جديد من الكساره، لانه يجوز ابو الكساره اول 3 اشهر دز لك مواد زينه، وراها قام يدز لك مواد يعني سيئه رديئه. فالمكتب الاستشاري لازم يتابع المواد هذه ايضا، فاذا جاءت المواد الاجريجيت رديئه والاجريجيت كراشنج فاليو مالتها كلش واطي، واثناء الدحل او الحدل عفوا، زين، يتكسر الاجريجيت، فبالتالي راح ينطي احد الاوجه، هو كوتد من 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 كل الاوجه الاجريجيت، بس من تنكسر، زين، راح يصير احد الاوجه بالكامل ما مغطى بالبيتيومين، وبالتالي اذا كانت هذه الحجر او هذا الحجر اللي انكسر على وجه الاسفلت، فبالتالي راح يكون هو حر، راح يفرط من سطح الاسفلت، زين، فهذا السبب انه يكون الاجريجيت كراشنج فاليو واطي، زين، وراح يتكسر الاجريجيت. وقد او اكو سبب اخر لتكسير الاجريجيت، ممكن مو انه بس الاجريجيت كراشنج فاليو واطي يكون، لا، اكو احتمال يكون سبب فرد الاسفلت بالبارد، وبالتالي من تمشي عليه المداحل بصوره مستمره، وانت والله تريد تو اتشيف ذا كومباكشن، يعني تريد تحصل على الكومباكشن المطلوب، وانت بحياتك ما راح تحصله، لانه الاسفلت برد، الاسفلت من يبرد يصل درجه حرارته 100 او 100 و 130، 125 ارفضه، 130 ارفضه، ارفضه، ما اقبله، لانه هذا بارد وراح يكون كله فويد، نسبه الفويدز عاليه به، وراح يسبب لي مشاكل، فاني ما اقبله هذا، رجعه للمصنع، روح اشتغله انت بالشارع مالكم يم بيتكم، اشتغل جيب لي اسفلت مضبوط، انت تشتغل ودا اعطيك فلوس، اني اعطيك اسفلت مال اسفلت مضبوط، ما مجبور اخذ منك اسفلت بارد، جيب لي اسفلت على الموقع 150 درجه حراره المئويه مالته، زين. فاذا الاسفلت بارد وتم الدحل او الحدل عفوا، احنا نستخدم الدحل بالامارات، انا اعتذر، الحدل انتم عندكم بالعراق او عندنا بالعراق نستخدم الحدل، فاعذروني للخطأ المستمر هذا. نسبة الحدل ما راح يقدر يلبيها اذا كان الخلطة باردة، وبنفس الوقت راح يتكسر الاجريجيت، فهذه السببين تؤدي الى كسر الاجريجيت، يا اما الاجريجيت كراشنج فاليو، يا اما الاسفلت البارد، والنتيجة هي الاجريجيت اللي على الوجه راح يفرط، نقطة انتهى. السبب الآخر استخدام كمية أقل من البيتومين في الأسطح، البيتومين غير كافي في المزيج، واضحة ما تحتاج شرح، يعني نسبة البيتومين، زين، إحنا بالخلطة الأسفلتية أنا الديزاين مالتي يعتمد على 3.7 بيتومين بيرسنتج، زين، أنا during the production زادت المواد الناعمة صارت أكثر من الديزاين، فهذا ايش راح تسوي؟ راح تسوي ابزوربشن، راح تمتص البيتيومين، الخلطه راح تصير جافه عندي، من تصير جافه البيتيومين ما راح يكون كافي على مود يمسك الاجريجيت على بعضه. زين؟ راح يكون قليل، يعني شلون انت شتفت واحد بحبل 20 متر وشلون شتفت واحد ببلاستيكه الشاقويه. فهذا بس يقول هيك يقطعها وفرط، زين، فنفس الشيء انت البيتيومين قليل ماكو فايده.
استخدام الركام عالي الامتصاص للبيتومين، ويؤدي لنا نفس النتيجة. شوف شوف نفس النقاط هي مترابطة. شنو يعني الاجريجيت عالي الامتصاص؟ طبعا اكو محددات الاجريجيت المستخدم بالخلطة الاسفلتية، واللي هو الووتر ابزربشن لازم ما يتجاوز 2%. تمام، اذا الاجريجيت اللي دزلنا يا ابو الكسارة بعد فترة، اول مرة دزلنا اجريجيت زين وبعد فترة صار يدزلنا اجريجيت سيء، الووتر ابزربشن مالته فوق الثلاثة، ثلاثة وشوية، هذا نفس الشيء. شنو يعني ووتر ابزربشن؟ معناته هذا الاجريجيت كثافته واطية زين، والفويد بي عالية، فهذا راح يمتص بيتيومين، راح يشفط بيتيومين. فاني التصميم مالتي 3.7 وراح احط 3.7، بس باوع على الخلطة اشوفها ناشفة. ليش؟ لانه هو امتصه للاجريجيت، امتصه البيتيومين، الاجريجيت امتصه للبيتيومين، فصار البيتيومين قليل بالخلطه، وبالتالي فرطت الخلطه. نفس الشيء، نفس السبب، رجعنا لنفس السبب، انه البيتيومين قليل وما مسك على بعضه وغير كافي. تمام؟ فطلاء غير تام للركام، يعني الاجريجيت نفسه ايضا طلاء غير تام. شنو يعني طلاء غير تام؟ مثل ما قلنا وقلنا لكم الاسباب ترجع دائما تتكرر، انه ممكن تكون المكسر الاذرع مالت الخلاطه يجوز واحد مكسور بيها، اثنين مكسور بيها، فهذا هذا من تحط له 20 30 ثانيه الباتشنج تايم وقت التمكيس زين، هل قد ثانيه؟ واذا انت عندك اذرع بالخلاطه مكسره، فهذا الوقت ما راح يكون كافي انه يخلط لك اياها بصوره مضبوطه. يعني هو اذا واحد يريد يسوي له كيكه بالمطبخ يقعد يخلط بيها اكثر من 30 ثانيه زين. فكيف اسفلت وخلطه اسفلتيه؟ فراح يؤدي الى بعض الاجريجيت ان كوتد زين، وبالتالي ما يمسك على، يعني ما يعشق مع بعض، وايضا يؤدي الى موضوع الرافلينج تمام، او فرط الاجريجيت. نيجي على موضوع العيب الاخر من عيوب الاسفلت اللي هو البوت هول او الحفر، مثل ما انتم شايفين هنا هاي الحفر زين على الطريق او على الطبقات الاسفلتيه، اعراضها حفر على الطريق تصير زين، تتفكك تدريجيا مثل الرافلينج، بس تزود تزود تزود، تفرط 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 تفرط، وبعدين تصير حفره بهذاك الشكل. يعني تقريبا هي نتيجه شلون، نتيجة لاحقة للرافلينج، خلينا نقول بهالطريقة زين. سبب فشل المادة الرابطة في تجميع المواد، يعني البيتيومين إذا ما كان مطابق للمواصفات زين، وإذا كان محروق انحرق during the production، وإذا ما أدى خواص المطلوبة من عندك مادة رابطة، فأكيد راح يعني يسبب الفشل. الضغط او الحد الغير كافي، ورجعنا لنفس السبب، قلنا الحد الغير الكافي يا اما راح يكون بسبب تقصير من الاوبريتريه يريد يخلصون بسرعه، والمهندس ترك الدوام وفلت ورا بشويه، باو على ساعته الفورمان قال انا المهندس ما راح يجي، انا هم خل اروح، وقالوا للاوبريتريه ورا ساعتي ورا 3 ساعات خلص حدل وروح، الاوبريتر ورا ساعه قال لك ها هي صار شكل الاسفلت حلو يلا سلام وطلع، وما حدل بصوره مضبوطه. يا اما مثل ما قلنا بسبب انه الخلطه الاسفلتيه بارده، وش قد ما يبقى يحدل ابو الحادله ما راح تاخذ حدل بسبب برود الخلطه الاسفلتيه، يا اما استخدام الاوزان الخاطئه للحادلات. البناء أثناء الطقس الرطب والأمطار، رجعنا لنفس السبب، ورجعنا نرجع نعيد نشرحها إن شاء الله على مود تتركز المعلومات براسنا. قلنا أثناء فرد الإسفلت والدنيا تمطر، المطر راح يدخل ويتخلخل بالخلطة الإسفلتية لأنه بعدها ما انحدلت، وبالتالي راح ياخذ حيز بالإضافة إلى الحيز الأساسي للفويدز المقرر أن يبقى عفوا داخل الخلطة الإسفلتية، وراح يزيد لنا نسبة الفويدز بالخلطة الأسفلتية، وبالتالي راح يدوبل الفويدز بالخلطة الأسفلتية، وراح يؤدي إلى تفكك أو فرط الأجريجيت عن بعضه after some time، يعني بعد فترة وجيزة أو بعد فترة طويلة، الله أعلم على حسب
نسبة الخلل. Aggregate Crushing Value، احنا قلنا هو تقريبا هو نفس سبب الرافلينج، نفس الشيء البوت هول او البوت هول هو نفس الرافلينج، بس هو التكمله مالته، التكمله يعني بعد الرافلينج اذا ما عالجناه، اذا ما سوينا له ختم، اذا ما سوينا له سيلينج، اذا ما ايش راح يجي؟ راح يصير حفر. زين؟ اول بحصايه راحت، اول حجاره طارت، الثانيه، الثالثه، العاشره صارت حفره بقد البرتقاله، صارت حفره بقد الطوبه، وبوت هول صارت ممكن تؤدي الى حوادث كارثيه في النهايه. فالاسباب قلنا الاجريجيت كراشنج فاليو، جوده رديئه للاجريجيت بالاضافه الى الحدل غير كافي او الحدل بالطبقات الاسفلت او الاسفلت البارد يؤدي الى كسر الاجريجيت، او الاجريجيت اصلا هو سيء ولازم نعمل كنترول على الرو ماتيريال اللي دا تجينا من الكساره دائما ونتابعها، لانه كسرها هذه during the rolling او اثناء فرد الاسفلت يؤدي الى مشاكل مستقبليه، من يتكسر بعد مرور، حتى ممكن ما يتكسر اثناء الحدل، ما يتكسر during the laying the asphalt، بس وراء فتره بسبب السيارات يبدي يتكسر، وخصوصا اذا كان يعني فاشل بالاجريجيت كراشنج فاليو. رش التاك كوت غير متجانس او جوده رديئه، تمام. هو دائما البوت هول يصير طبقه الويرنج كورس او الطبقه السطحيه، تمام اخوان. انا ما جاي اقرا تعليقاتكم، انا اسف اذا حد كتب شيء بالتعليقات، ماكو شيء، جزاكم الله خير وشكرا للاصغاء. التاك كوت اخوان مثل ما ما اعرف اذا كنتم وياي من شفنا الصور، التاك كوت التاك كوت اذا نوعيته كانت سيئه ايضا، وخواصه الفيزيائيه يعني اللزوجه مالته غير كافيه او غير مطابقه للمواصفات، ايضا راح تسبب لي مشاكل. اذا كان طريقه رشه غير متجانسه، فالمناطق اللي راح يكون ما بها تاك كوت راح بالمستقبل هي مشروع لظهور البوت هول، واذا كانت بقعه معينه صار عليها تراب قبل فرد الاسفلت فهي مشروع مستقبلي لظهور الحفر في الطريق. فموضوع التاك كوت لازم يكون متجانس، ولازم الكونسلتنت انجينير او المهندس الاستشاري باو عليها ويركز على رش التاك كوت يعني بصوره مضبوطه ونظافه الطريق، تمام. كمية غير متجانسة من البيتومين في خليط الأسفلت، ومثل ما قلنا هذه بسبب الميكسرز أو الكسر الأذرع، الكسر في أذرع الميكسر أو الخلاطة في مصنع الأسفلت، تمام. عندنا أحد العيوب الأخرى اللي هو الكراك الحراري أو الثيرمال ترانسفير كراك اللي سبب الشرينكج، شقوق الانكماش والاعراض هنا مالته، خلينا نشوف وراها سكيد ريسيستنت، اوكي. زين، هذه تصير بالدول الاوروبيه اخوان، الكراك الحراري او بسبب التقلص طبقات الاسفلت اثناء الجو البارد، زين، وتظهر بشكل عرضي يعني على عرض الطريق، تقطع الطريق بالعرض، فتتميز يعني نميزها عن الشقوق الأخرى أن تكون شقوق بعرض الطريق، تظهر بطرق أو بأشكال أخرى مثل يعني شلون نقول كتل تسوي مربعات بعض الأحيان. أسبابها انكماش الطبقة البيتيومينية نفسها، المادة البيتيومينية خطأ، السوفتنينج بوينت للبيتيومين هنا ياثر عليها، زين، درجه الليونه مالتها، فهي من تطي نفسها بالحر وتجي بالبرد تنكمش، فاذا كانت الخلطه البيتيوميني او البيتيومين نفسه المستخدم بالخلطه الاسفلتيه ما مطابق للمواصفات، فراح يؤدي الى كراكس لسبب يعني انه هو ما ماسك الخلطه
على بعضها بالصورة المطلوبة. يا اما طبعا معظم الاسباب يقول لك البيتيومين هو راح يبقى بخواصه، او حتى اذا كان البيتيومين صح وبوقتها كان مشتغل بطريقه بصوره صحيحه، بمرور الزمن حر وبرد وشتاء وصيف ويؤدي الى فقدان خواصه الفيزيائيه، وبالتالي تظهر هذه الاعراض الكراكس العرضي على سطح الطريق. عندنا نعومة الطريق، وعندنا هذا عيب طبعا قليل يركزون عليه، هو عيوب سطح الطريق تكون ناعمة وتؤدي أثناء الأمطار إلى انزلاق السيارات، وعيب من العيوب المهمة يعني لازم يتشيك عليها. بس احنا خلينا بس تنجح الطرق من العيوب الأخرى، بس خلينا نتعداها مو مشكلة، حتى إذا السكيد ريسيستنت فشل عندنا، بس لازم ياخذ بنظر الاعتبار ايضا المصمم، وما يصمم خلطه كلش ناعمه، لازم تلبي المواصفات مثل ما انتم شايفين. هذه الحدود الام تي دي بالمليمتر ومدى خطورتها، الخطر امن الى جيد، تمام. والسطح يكون املس، مقاومته للانزلاق جدا ضعيفة، هاي والأسباب مالتها استخدام الوادي جرافيل والأجريجيت ناعم الملمس قلنا عليه، والبيتيومين الزائد أيضا، والمواد الناعمة بالخلطة أكثر من المواد الخشنة، يعني حتى تؤدي لهذه النعومة على السيربس، يعني الخلطة كلها فاين ميكس خلينا نقول عليها. شلون نقدر نحسن هاي الموضوع؟ نستخدم الكراشت اجريجيت، وبنفس الوقت احنا عندنا الخلطه الاسفلتيه هي عباره عن جزئين، هذين الجزئين يفصل بيناتها المنخل رقم 4 اللي هو 316، تمام، الجزء الناعم والجزء الخشن. فبنفس الوقت انا شو اسوي على مود احسن السكيد ريسيستنت؟ اخشن الناعم، تمام، والخشن اخليه قدر المستطاع خشن. زين، فبهيج حاله انطي خلطه خشب، بس كلها ضمن المواصفات، انه مو اتجاوز على المواصفات، كل الاستيبيليتي والفويد كونتنت والبيتيوم كلها حافظ عليها، انا يعني مو اجي البي مواصفه واضرب الثانيه، لا هذا الكلام لا يجوز. عندنا الهيرلاين كراكس، الاعراض مالته هذا مثل ما تشوفوه خطوط كراكس شعري بسيط جدا، أعراضه شقوق قصيرة ودقيقة على فترات أو على مسافات متقاربة، أسباب البيتيومين غير الكافي، زين، يا أما الفيلر الزايد مثل ما قلنا بيتيومين قليل، يا أما نسبة الفيلر تكون عالية، بيتيومين قليل أسباب، من نقول بيتيومين قليل إلى أسباب، شنو إلى أسباب؟ الأجريجيت ممكن يكون أبزوربشن عالي مالته، ممكن يكون بسبب الفيلر الزايد صار عندي البيتيومين غير كافي، ليش؟ لأن الفيلر يمتص بيتيومين بنسبة أكثر. زين، ممكن هاي الكراكسي يصير عندي بسبب عملية الحدل ودرجات الحرارة العالية، يعني شنو؟ يعني أنا نزل إجاني الأسفلت على الموقع درجة حرارته 160، أول ما نزلوا الأسفلت زين نزل المداحل ورا الفينيشر، لا أنا نزل المداحل على 150، زين، الى ان يبرد الاسفلت يلا انزل، من اجي اقيس اني ورا الفينيشر بالثرمومتر مالتي واشوف درجه الحراره 160 165، ما انزل المداحل، انتظر، اقول له انتظر، اوقف ابو المدحله اقول له انتظر الى ان تصل درجه الحراره 150 يلا تنزل، لانه هاي ايضا تسبب هاي المشاكل. يكون الحدد الطبقه السفليه غير مستقر، الحدد الطبقات غير كافي، اي طبقه تحت هذه الطبقه اللي صار بها الكراكس تكون، يعني شلون نقول، الطبقة اللي تحتها ما كانت محدولة بصورة مضبوطة، يعني إذا طبقة البايندر كورس فردوها باردة، أو خلينا قلنا الأوبريتورية أهل المداحل ما اشتغلوها بصورة مضبوطة وما انحدلت بصورة مضبوطة، يقول لك هي راح تجي فوقها طبقة مو مشكلة. فالطبقة هذه اللي راح تجي فوقها زين وهي ما محدولة بصورة مضبوطة راح تعاني من هاي المشكلة، تمام، صار واضح؟ وعندنا ايضا تصير عندنا على هذه الانواع او هاي النوعيه من الكراكس لما يكون عندنا اوفر كومباكتد،
يعني شنو؟ يعني الفويدز كونتنت زيرو، وصلته. أخيرا نجي إلى موضوع العلاج. راح ننطي إخوان بعض الحلول لهاي المشاكل واللي دا تصير بالعراق العظيم ومعظم بلداننا العربية. احنا مجرد مقترحات، زين، ننطيها. ليش ننطيها؟ هذه بسبب، خلينا نقول، استفادينا من تجارب الآخرين. طبعا احنا خلينا نشوف المحاور اللي كنا مقررين نتطرق لها، وشنو طفنا وشنو عدينا. واني بالنسبة لي، تسمح لي، اسمحوا لي إدارة مجلة المهندس، بعد الشكر والتقدير انه تجاوزت على الوقت، لانه هذه ختام ان شاء الله، لانه صدقا ما عندي وقت والله. ان شاء الله بالمستقبل نحاول قدر المستطاع انه نشوف فرص اخرى، بس هذه اسمحوا لي اخذت من وقتكم بما فيه الكفاية، ووفقكم الله ان شاء الله لخدمة البلاد والعباد. جزاكم الله الف خير. لسه ان شاء الله نص ساعة بلكي الله نحاول نختم فيها. قلنا صور وفيديوهات راح نلغيها، أو لا، راح نشوفها بالأخير. راح نقترح هسه المقترحات، وبعدين نضيع وقتنا بالفيديوهات على مود اللي ما عنده وقت ويريد يغادر المحاضرة يقدر يروح، والفيديوهات هذه مجرد اكسترا انفورميشن للجميع إن شاء الله. فراح نبدي بالحلول. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أنا قلنا الحلول، أحد الحلول اللي تطرقنا له أثناء الشرح، إذا كان مستوى المياه الووتر جراوند ليفل عالي، اتطرقنا إنه الحل يكون بفرد طبقة الحجر اللي مغلف بالجيوتك ستايل للحفاظ على الطبقات اللي راح تجي فوقها من المياه الجوفية، بالإضافة إلى الحفر الجانبي أو حفر شانلز جانبي لتصريف المياه الجوفية. والحفرة الجانبية هذه أو الشانل الجانبي لازم يكون أوطى من الطريق بالمنسوب، ومثل ما شوفناكم إياه بأحد الفيديوهات من موقع العمل عندنا بألمانيا، وشون يهتمون بموضوع تصريف المياه السطحية، وشلون السلوب مال الطريق لازم يكون يعني مهم جدا لتصريف المياه السطحية، عفوا. فالاقتراح الآخر واللي هو المفروض يكونوا عاملين به، يعني هل يا ترى هل كانت الخلطة الأسفلتية معتمدة على الدنس جريدد أو المتدرج الكثيف، يعني الخلطة الكثيفة، يا إما تكون يعني يجب أن يعمل على الأوبن جريدد أو الميكس المفتوحة أو الخلطة المفتوحة. شنو هو الميكس جريدد أو الأوبن جريدد والدنس جريدد؟ راح نشوفه هنا، نوضح لكم إياها على هذا الدروينجز إخوان. الدنس جريدد هو هنا باللون الأزرق مثل ما تشوفون، زين، وهذا اللي هو الباور لاين 0.45 او يعني باور كيرف، زين، لل 3/4 انش دنس جريدد. هنا شو يصير عندنا بالدنس جريدد؟ شوف هذا سيف نمبر 4، هذا مدخل رقم 4 اخواني الاعزاء. تمام، شو يصير عندنا بالدنس جريدد اللي هو الازرق؟ لاحظ هذا كل الخلطات يعطيك اياها مواصفه كل خلطات، زين، حبيت اشاركها وياكم. دنس جريدد المواد الناعمه، مواد الناعمه ايش بيها؟ باسنج، نسبه الباسنج اعلى، اعلى من الاوبن جريدد. تمام، هسه هذا الاوبن جريدد اللي هو الوردي البينك، والازرق دنس جريدد، دنس جريدد ازرق، اوبن جريدد او اوبن جريديشن البينك. فالدنس جريدد المواد الناعمه تكون اكثر او انعم
من المواد الناعمة بالأوبن جريدد، على العكس من المواد الخشنة. المواد الخشنة تكون أقل، تمام؟ فإحنا الدنس جريدد قلنا عليه يكون ناعم، الدنس جريدد الخلطة الناعمة. فمن الخلطة تكون ناعمة معناتها شنو؟ معناتها الفويدز فيلد باي ماتيريال، يعني قبل ما يعني شلون نقول تنترس الفويدز بالبيتومين، المواد الناعمه هي تخلخلت بالفويدز. المهم هذا الدنس جريدد اللي هو اكثف خلطات الاسفلتيه، والاوبن جريدد هنا صار عندنا بالعكس، قللنا المواد الناعمه زين نسبتها صارت قليله جدا، وزودنا المواد الخشنه على العكس. فهنا الفويد ان مينرال اجريجيت يعني نسبه الفجوات الهوائيه بالخلطه الاسفلتيه قبل خلطها بالبيتيومين، قبل تخليطها مع البيتيومين، صارت كلش عاليه سويناها اللي هو اوبن جريدد. فهذا احد الحلول، ما اعرف اذا يجوز اصلا متبعيها الديزاينر وما نفعت وياهم وما انحلت المشكله بالعراق، ننتقل للحلول الاخرى. زين، فما عندنا اي مشاكل. الحل الاخر استخدام الاسفلت المعدل بالمطاط اللي هو رابر موديفايد اسفلت، تمام؟ وهذا بنشوف فيديو الان. هذا النوعيه اخوان من الاسفلت يستخدم الموديفايد او الموديفايد اسفلت بالحبيبات الربر اللي ناتجه من معالجه عجلات السيارات او الريسايكل، يعني عمليه ريسايكل عجلات السيارات المستعمله. وهذا المشروع مستخدم بكل دول العالم، وعندك بيه ميزتين اهم يعني رئيسيه. اول شيء انه لحمايه البيئه من المخلفات المطاطيه، وبالتالي يعني اعمال ريسايكل لحمايه البيئه. وهذه كل العالم هسه مثل ما تشوفون مجيش الجيوش للعمل على حمايه البيئه، وهي النقطه الاولى. والنقطه الثانيه والمهمه هو انه الموديفايد اسفلت، رابرايز موديفايد اسفلت، يعطيك مقاومه اعلى للروتينج، تمام؟ وهسه نشوف هذا الفيديو حسب اللينك المرفق، نشوفه ان شاء الله وتطلعون عليه، واقول لكم شلون بالضبط تستفادون من الفيديوهات اللي تشوفوها على الانترنت. اذا ما نفع هذا الحل، واني متاكد هذا الحل ان شاء الله راح ينجح اذا استخدموه، بس اتمنى صدقا انه يعتمد. زين، قبل ما ننتقل لمشاهده الفيديوهات، انتقل الى الحل الاخر البديل اللي هو الطرق الخرسانية أو اعتماد الكونكريت رود أو طرق الكونكريتية بدل الأسفلت. وهنا راح نرجع، لازم نتطرق لبعض النقاط المهمة اللي هي خلينا نقول مقارنة بين الطرق الكونكريتية والطرق الأسفلتية. خلينا ناخذ نقاط. أول شيء الديمومة، ديمومة الطرق الإسفلتية مقارنة بالطرق الكونكريتية. عمر الطرق الكونكريتية أكثر من الطرق الإسفلتية. إيش قد عمرها التصميمي؟ الطرق الكونكريتية أقل شيء عمرها التصميمي إخوان من 30 إلى 40 سنة، تمام؟ الطرق الإسفلتية تقريبا 15 سنة العمر التصميمي. ومو يقدر الديزاينر أو المصمم مثل ما قلنا بالمكتب الاستشاري وحسب دراسته وتخصصه أنه يصمم إلى أعلى من هذا الشيء، او اعلى من 15 سنه. بيقدر، مو غلط، ونتمنى يعني نلقى هيك ديزاينر ويصمم ويعتمد الخلطات الاسفلتيه الناجحه مثل ما قلنا والبدائل كلها. زين، الديمومه بالكونكريت اعلى، سرعه او التاثر بالجو. تاثر بالجو اخوان ايضا الكونكريت قليل التاثر بالجو، بل العكس، اذا امطرت يعني الامطار الشتاء قد تؤدي الى زياده تو انكريز ذا سترينث، يعني تعطي ديورابيلتي اكثر وقوه اكثر.
زين، على عكس الاسفلت، بينما الامطار والحر والبرد تاثر عكسيا على سلامه الطبقات الاسفلتيه. فهنا نقطه ضعف بالنسبه للاسفلت. بالديمومه الكونكريت احسن، وبالتاثر بالجو الكونكريت احسن. نجي الى نقطه، يعني هي هاي قد تكون النقطه اللي جاي تخلي الدول ما تشتغل الكونكريت، الطرق الكونكريتية، وهي سرعة الإنجاز أو سرعة إنشائه. الأسفلت أسرع مثل ما كلنا نعرف، ولو حاليا يعني بتكرى معدات خاصة لإنشاء الطرق الكونكريتية. وهسه نشوف الأفلام الفيديوهات مثل ما جاي تشوفون، مجهز لكم إياها إن شاء الله نطلع عليها. فصارت تقريبا لا بأس، يعني أسرع من الطرق البدائية في إنشاء الطرق الكونكريتية. مقاومة الانزلاق، مقاومة الانزلاق بالنسبة للأسفلت أعلى من مقاومة الانزلاق بالنسبة للكونكريت. كلكم تعرفون أن الكونكريت يعطي سموث سيرفيس، وبالتالي يضطرون يعني during the work يخشنون السطح الكونكريت على مود يعطي مقاومة للانزلاق. بس بصورة عامة الأسفلت مقاوم للانزلاق أكثر من طرق الكونكريت. نجي إلى نقطة النويس أو الضوضاء. طبعا الإسفلت بما أنه فليكسيبل فيمتص اللود اللي جاي من عجلات السيارات أثناء سير المركبات على الإسفلت، فيمتص هذا اللود، وبالتالي الضوضاء اللي تصدر عن طريق سير العجلات فوق الإسفلت هي أقل من الضوضاء اللي تصدر أثناء سير العجلات على الطرق الكونكريتية، بسبب إنه إحنا عملنا لها راف سيرفيس على مود تو انكريز ذا سكيد ريسيستنت. فالضوضاء بالكونكريت أعلى. التشوهات، التشوهات مبينة. فليكسيبل بيمنت يعني أكثر، راح تتأثر أكثر بالأحمال اللي تمر فوقها، بينما الكونكريت هو ريجيد سلاب، ما راح يتأثر مثل تأثر الأسفلت بالتشوهات. إذا قلنا الأويل أو الوقود اللي ينسكب عليها من المعدات أو أثناء سير المركبات على الأسفلت يتأثر. ليش؟ لأنه يتحلل، هو منتج نفطي البيتيومين، فيتحلل ويؤدي إلى تلف طبقات الاسفلت اذا تساقط عليها الزيوت والدهون من المركبات. اما في الكونكريت فهذه التأثير قد يكون معدوم. عندنا نجي نقطة توفير الوقود. شوف الديفليكشن الحاصل بالطبقات الاسفلتية اثناء سير المركبات، يعني من يجي الاكسل يدوس على الاسفلت راح ينزل، من يتركه راح يطي نفسه، يرجع يطي نفسه. ف during the يعني اثناء سير المركبات العجله دا تدور على فليكسيبل بيمنت او على طبقه فليكسيبل مرنه، فجاء تلاقي صعوبه على مود تشق طريق العجله، عجله السياره تلاقي مو صعوبه صعوبه وانما شويه يعني على الكونكريت اسهل تمشي لانه ريجيد، يعني طريقها تشق طريقها بسهوله اكثر، وبالتالي على الكونكريت العجلات توفر وقود اكثر. وحسب دراسات عالمية النقود الـ يعني الـ أو الـ التوفير بالوقود، عفوا توفر وقود أكثر. الوقود اللي توفر العجلات التي تسير على الطرق الكونكريتية نسبة الوقود اللي توفره هو 14% أقل، تستهلك وقود 14% أقل من الوقود المستهلك على نفس المسافة بعجلات تسير على الطرق الاسفلتيه. تمام، يعني 100 كيلو متر تقطع نفس العجله بوقود على الكونكريت اقل بنسبه 14%. فهذه بالتالي ايضا تعطينا اسناد اضافي الى استخدام او انجاز او البدء باعمال انشاء الطرق الكونكريتيه. تمام، كلها يعني خلينا نقول مزايا جيده. من نجي نحسب آخر وأهم نقطة بالموضوع، هي كلفة الطرق الأسفلتية مقارنة بكلفة
الطرق الكونكريتية. زين، هنا أنا شو يقول لك؟ يقول لك الطرق الأسفلتية أقل بنسبة 20% من كلفة الطرق الكونكريتية، هاي الكونكريتية وهاي الأسفلتية. زين، كلفتها أقل بنسبة 20%، هاي في حال شنو؟ في حال مصممة إلى نفس العمر، اثنينهم نريدهم لمدة 10 سنين، بس الحال أو الواقع مو هيج. الواقع أنه الطرق الكونكريتية راح تبقى 40 سنة، 40 سنة بصيانة تكاد تكون قليلة جدا أو معدومة، بينما الطرق الأسفلتية عمرها التصميمي 15 سنة. زين، ومشاكلها وصيانتها أكثر من الطرق الكونكريتية. فلما تجي مقارنة ولما تاخذ هاي المقارنة نفسها اللي هي الطرق الأسفلتية أرخص من الطرق الكونكريتية بنسبة 20%، لما تاخذ بنظر الاعتبار العمر التصميمي للطرق الكونكريتية، راح تلاحظ أنه الجدوى دراسة الجدوى من إنشاء الطرق الكونكريتية بالعمر التصميمي راح تكون هي أوفر بنسبة 20 إلى 25%، تعتبر أوفر من الطرق الأسفلتية. فيعني من تحسبها حسبة مضبوطة، الكونكريتية أحسن من الطرق الأسفلتية. تمام، فإن شاء الله يعني تكون هناك قرارات صائبة بإنشاء الطرق الكونكريتية، أو على الأقل استخدام الربر موديفايد أسفلت. تمام، الآن راح أترككم أو نبقى مع بعض نشوف مع بعض الفيديوهات اللي تخص الحلول اللي طرحناها، واللي هي الأسفلت المطاطي أو الموديفايد أسفلت. تمام، ناخذ كوبي. وأريدكم تنتبهون وياي على نقطة، شلون تستفادون من الفيديو حتى إذا كان بلغة غير عربية، يعني ويفضل إنه المهندس يكون عنده لغة بسم الله. طبعا هاي شركة تارماك. جاي يتكلم. شوف تكبس هنا وعلى السيتنج تجي تغير اللغة من هنا اخوان، الاوتو ترانسليت تكبس عليها وتكبس على العربي. تمام، This is an image of the same graveyards being viewed from space, just to show how big that problem is. Clearly, the UK does not have a problem to the extent of Kuwait's. However, the UK الانترنت شوية ضعيف. Back in 2006, the EU's are processed, the steel is removed, and the rubber is used for sports pitches, safety areas, and organisations such as ourselves use it as an alternative fuel for cement kilns. However, the UK still exports 150,000 tons of تمام، rubber ما اطول to North عليكم، America or the Indian and هذا بس تسويها بهالطريقه Canada. وتستفادين من Our الفيديو، accounts راح have been اعطيك full لكم UK اللينك ان ties. شاء الله. Therefore, we need to seek additional تمام ways in which we use recycled rubber. تمام اخوان، فهذا ان شاء الله نفق لكم اياه، ونبدي بالفيديو الثاني ايضا تاخذون عليه فكره. نرجع اخوان لاسئلتكم بس نكمل. طبعا خلينا نقول هاي الحلول اللي نتمنى ان شاء الله يعتمدوها
بالعراق للتخلص من هذه المشكلة، لأنه إحنا مشكلتنا العويصة مع السيطرات والتسكير الترافيك. تمام، يعني ما راح تنحل المشكلة أتمنى أن يكون طبعا الديزاين مضبوط، وهذه الأشياء كلها ماخذيها بنظر الاعتبار، بس إذا أصلا الخطأ بالديزاين، أنا جاي أقول لكم بس في حال أنه الخطأ في التصميم الخلطة، فأتمنى أنه يكون. تمام اخوان، تكبسون على السيتنج، تكبس على اوتو ترانسليشن، تختار اللغة العربية. Zwischen den Anschlussstellen Boppard Buchholz und Waldesch in der Nähe von Koblenz und sanieren die Autobahn grundhaft auf einer Länge von 4 Kilometern. Für den Verkehr, der hier vorbeifährt, macht das den Anschein, als wenn das eine ganz normale Baustelle wäre, aber er kennt uns besser. Wir wären nicht hier, wenn es anders wäre, denn hier wird erstmals in horizontaler Bauweise die Autobahn erneuert. اخوان، هذه الطرق الكونكريتيه راح تعتمد بالمانيا على، يعني كطرق راح يرجعون بالمستقبل يستخدموها نفس الطرق. ايضا لا تتصورون انه المانيا بغنى او بعيده عن هاي المشاكل، ايضا جاي يعانون من بعض المشاكل مع الطرق الاسفلتيه، بس مو مثل مشاكلنا. مع ذلك بداوا يفكرون بحلول بديله، ومثل ما تشوفون هذا الفيديو تاريخه 29/7/2021، يعني الموضوع مو قديم، ورفقت لكم اللينك تقدرون تطلعون عليه. تمام، فأرجو الاهتمام ان شاء الله من الجهات المسؤوله بهذا الموضوع، زين، كحلول بديله وتجاوز هذه المشاكل اللي بصراحه الكل عانى من عندها. Und hier in so einer Vergleichsstrecke, wo man verschiedene Bauweisen hat, kann man dann aufgrund der klimatischen Verhältnisse, der Verkehrsverhältnisse auf die nächsten Jahre durch die Bundesanstalt für Straßenwesen und ein Fachbüro die Werte abgreifen und immer wieder weiter nachvollziehen und vergleichen. Also man erhofft sich durch diese Stahlbetonbauweise eine längere Nutzungsdauer von bis zu 50 Jahren. Weiterhin kann man durch diese Erfahrungen, die man hier sammelt, in Zukunft solche Strecken noch öfters bauen. Wenn man diese Nutzungsdauer erreicht von 50 Jahren und die Verfügbarkeit der Autobahn damit, sagen wir mal, so lang hinauszügeln kann, wäre das also unseres Erachtens das Verfahren, was wir für die Zukunft vorschlagen würden. Hier sieht man sehr eindrucksvoll das Volumen des Stahls, der in der Betonfläche eingebaut wird. تمام اخوان، انتم ان شاء الله كملوا الفيديو على مجالكم وعلى وقتكم. اكو اشياء ما لحقنا نتطرق عليها ولا نفيدكم بيها، بس راح تكون ان شاء الله موجوده، احاول اطلع عليها هسه مباشره. بعض المرفقات والله ما عندنا وقت، خلاص نخليها، شوف اذا الله كاتب لنا فرصة أخرى. تمام، نشوف إذا أكو أسئلة ووراها نختم إن شاء الله. نرجع للعنوان، حمود تكونون على بينة إن شاء الله. أشكر إصغائكم، أشكر اللي كانوا موجودين، إن شاء الله ربي يوفقكم لإعمار البلاد إن شاء الله، وبيكم البركة، ومعا نكمل بعضنا البعض إن شاء الله بالخبرات وبكل شيء. رابط الفيديوهات بلا زحمة أساتذة أختي العزيزة، الرابطات هذه موجودة، الروابط كلها دزينا لكم إياها. يعني يتم وضع شبكة من حديد التسليح شبكة حديد التسليح تحت طبقة الأسفل، شنو فائدتها؟ هي فائدتها أستاذة رغدة مجرد انه شلون نقول تعوض اذا الطبقات اللي تحت بيها مشاكل، فما راح تتاثر بالكومباكشن القليل للطبقات اللي تحتها، او راح تعمل مثل الجيوجريد. الجيوجريد شنو هو؟ الجيوجريد هو
شلون نقول تسليح اسفلتي، شبكه الجيوغريد. اذا بس تكتبين جيوغريد على الاستاذه، على الاستاذه رغده، اكتبي جيوغريد اسفلت او رينفورسمنت اسفلت رينفورسمنت باي جيوغريد، وات ايفر، يعني اكتبي شو اي بحث معين راح تشوفين هوايه. ومثل ما قلت لك او قلت للاخوان جميعا، انه غيروا بالسيتنج، غيروا لغه الفيديو وتستفادون معلومات جدا قيمه. فهو حديد التسليح ما اعتقد بيديك الفائده، المفروض يستخدمون الجيوغريد حديد التسليح. هذا اول مره اسمع به، يعني حديد التسليح يستخدم بالطرق الكونكريتيه لتحمل قوى الشد، لانه راح تعمل كسلاده الطرق الكونكريت وبالتالي تتحمل قوى الشد. و ما اعرف، خلينا نشوف باقي التعليقات. على العموم اخوان، اي شيء تحتاجوه، اي اسئله موجوده عندكم، تتواصلون ويا مجله المهندس، وان شاء الله يبقون ويكونون ويبقون عند حسن ظنكم. اني جدا اشكرهم وجدا يعني أقدر جهودهم اللي دا يبذلوها، وأعتذر مرة ثانية على تجاوز الوقت المقرر أساتذتي الأعزاء في مجلة المهندس. وبالختام، طبعا ما كملنا وأكو هواية أشياء كان لازم نشاركها وياكم، بس راح أرسلها إن شاء الله للأخوان مجلة المهندس، تتواصلون وياهم للحصول على الماتيريال اللي تستفادون منها، من ضمنها جداول تحديد عيوب الاسفلت اللي هي تعمل كروسينج بين الديفكت ويعطيك هو شنو اسبابها، نفس اللي شرحناه واكثر اكسترا، بعض المشاكل بالمصنع وبعض المشاكل بالموقع وبعض المشاكل بس يعني بسبب أعمال تنفيذ، يعني أخطاء تنفيذية. وهذه كلها إن شاء الله نزودها للكادر المجلة المحترمين، وإن شاء الله تتواصلون وياهم وزودوكم بكل التفاصيل. وفقكم الله لكل خير، وأتمنى لكم التوفيق جميعا وحماكم الله. شكرا لكم، شكرا للأصغاء، جزاكم الله ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله.